ممتاز. ابتسمي شذي ابتسامة لاستينش طلعت بالكاميرا. هو قلت لها على مكسور بس ما انا مبتسمة. أمينة أمينة لا تزعليني علشاني أنا لازم ابتسم. يلا يلا هلو. صدقين ودي بس أجابلك وانتي تبتسمين. يوز علي يا محسن اللي طالع وايد يتعب. ما تقولي لي ليش تسرعت وتزوجتي؟ كان الحين الحقيقه الزواج تمه بكيفه، امي هي اللي بقت. لا ما تزوجتي الا وانت خالي واعز صديقي. وانا ايش نراني عنك؟ كان يتقبله وخطبني وما تدري من سبب لبك. مع الاسف ما عرفتش من الاول. عيل لا تلومني. لا 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 الظاهر تخرب الصوره اللي اخذت لي اياها. ذمتك ما تحبيني؟ انا ما اكره احد. ايه عرفت. كنت اتمنى اني احبك لكن ايش عقبه؟ انا الحين متزوجه وعلى ذمه الزوج. ولا تبينا نحب بعض من ورا لورا يعني خشاشه؟ لا يا محسن انا ما احب كذي. حتى انا ما احب كذي بس عرفت الحين اللي لازم اسوي. ما تسوي شيء كلش يا محسن. كل اللي تسويه انك تسد موضوع الحب هذا وتشيله من راسك. يا طه اللي لازم اسويه اني لازم ابتعد عنك ولا اشوفك مره ثانيه. احسن هذا احسن شيء تسويه. وما تدري اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. محسن اكيد هذا رايي وياي. استعدي استعدي معك استعدي. ايوه من العيون الساخره. بخاف عليك والله من العيون الساحرة والله. وبخاف عليك والله من العيون الساحرة والله. موسى غير كذي خربت الصورة الله يهداك. عجبك انا وين ما اروح اشوفك قاطب هالكاميرا وتشكك فيها. اللي يشوفك يقول هذا عايش على الله وعلى هالكاميرا. لكن ما اقول الا اخاف عليك. خير هذه ليش اني غني لازم اقعد بطالي؟ هذه هوايه هوايه يا موسى مثل ما تحاول الطرب. مع ان بينك وبين الطرب سدك نفس. امينه خير مالف لي اغنيه وملحنها لكن الاغنيه هذه ان شاء الله اذا طلعت بتمسح تمسح كاشي. تمسح كاشي اللي ما تستحي. الأغنية بهاللحن إن شاء الله بتصير أغنية الموسم. الله بالخير يا أبو كلثوم. استح على وجهك، أنت قاعد تشكشك في الكاميرا ما عليك. الأغنية هذه أنا مدشش فيها لحن صبا على نهاوند على شوي هبان، لكن أمسك أمسك. كلمات الأغنية أقول فيها الكلمات بس تبكي تبكي. بس قلبك قوي؟ إيه. مو تقعدين تبكين؟ لا. ترى اللحن حزين. الكلمات اقول فيها قلبي تعذب وذبح الهم. يكفيني اشوفك
وشمت شمل ريحيني من البتشي والهم الكوبليه الثاني على خديده سال الدم لكن اللحن سمعي اللحن على امي امي حلوه اللبن اللي ما خلت ياها بالكويت الا ورضعتها
خشب ما قد صالحة بهم. أمي أمي اللي راحت للناس إلا بزولة وحبوها وحشموها وآخر عمرها واحد مثل بيطلت عليها المكسيح على وجهه. حشموها؟ وش دعوة ما ربطوها بالمرقاب سنة 1914؟ محزن تدري ايش عليه؟ ايش عليه؟ راحت تولد وحدة هناك. كانت تستعصر ولادتها وكانت تحاول وكانت تاتشب بالمرة وتل الياهل. هي تلت الياهل المصع ويطلع رقبتها اطول. ويصفونك عليها فريق المرقاب يوم وليلة طق. والكلام هذا لو بغيت تصدقه شوفه في كتاب صفحات من تاريخ الكويت صفحة 117 تلقاه. صارت تاريخية أبها، تاريخية صارت. الله يقطع سوالك. اي والله. على منكم أنا بروح أركب فيلم حق أمك. اي والله. هلا وسهلا. توديو؟ توديو اي. اي ممكن. ها؟ هذه أمك، ايش شفتها؟ شنو هذا؟ هلا خذ السكين. لا ابو مطر. اي شنو؟ امينة. ما قلت لك خبز؟ امينة. امك. امينة. يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. شلعنا اللي حاطين على الباب. يما هذا موسى بيبيع البيت وحاط الاعلان هذا. من صدقك؟ والله يا خالتي انا من زمان قايل لك اني انا ريال مصروف الشهري 400 دينار ومدخولي 200 دينار، قلت ما كنا نبيع البيت ونرتاح. شيخ ضح حظك، وش دعوة قاعد تصرفهم على شان علينا؟ الحاصل عاد نبيع البيت وناخذ لنا الشقة على قدنا وانتم تيوزون على المصاريف الزايدة شوي. وش دعوة احنا قاعد نلعب بالفلوس لعب؟ انت لو الله يهداك تروح الإذاعة وتبيع لحالك كان انت بخير. هذا هالمره ما تبط شبتي الا قالت لذاعه 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 يبا لذاعه ايش يعطون هني؟ ايش يعطون لذاعه؟ شوف انا يوم كنت اشتغل دايه كنت اطلع مليون 10 و20 ربويه كنت العب بالذهب لعب على ايامي. خالتي اكيد كنت تلعبين قمار. شنو؟ لا بوكر. امينه شوفي هاي نجم امينه طقي طاق الحين طقي. موسى ايش حقك تقول حقهم تلعبين قمار؟ ما لازم تلعب كوت بستة بروحها زين؟ شوف والله اقول لا اذا ما سكت للحين ايودك وادوسك واسوي كريسه اللي ما تستحوذ تنتخي. انا مو سكت علشانك الكديش. انا كديش؟ حاضر على امرك يا غصين البان حاضر. حاضر يبا حاضر يا درب الصنبوخ المكوي. تحبتك والله وترك. والله العظيم لهلو تكلوت الحين وطقك النوع لما خليك تزوع الدم. قوي تعذب وذبح الهم يكفيني اشوفك واشمك شم. هذا اللي فيك هم وشم وقم سلام اصحتك ومالت عليك. ضع حظك يمه احقري والحقراني قطع المصران ما عليك منه. وين؟ بدل ما تقعد نجله مع امي اقعد لحلك وطنيه على فراقتك. خش جو عندي جو شاعري حق الالحان. امك بس تشوفني قاضب العود ادندن فيه مره تي تسالني عن ماشاتها تي تاخذ ماشاتها وتدش داخل ترد تسالني عن نفنوفها تاخذ نفنوفها وتدش داخل تي ترد تسالني عن سكربيلها تاخذ سكربيلها ترد تسالني عن باروكتها وراح من الوقت حضرات الساده المشاهدين ساعه والنتيجه صفر الكل. هذه امك يسمعك تقول عنك محمد عبد الوهاب على العازه. محمد عبد الوهاب بذمتي محمد عبد الوهاب لو يقعد عندك اسبوع يتوب عن الغنى ويسمي نفسه محمد عبد التواب. امينه اهلا ام زهور. انا ركبت فيلم بالكاميرا. انا ما يبط شد الا هالبنسل هذا. هلبك هذه تسميها ام زهور؟ هذه سمها ام المرادم ام الحصاني ام النمل. يعلمك تموت وتخيف ياكلك النمل ان شاء الله. روحي خلي صورك ويوزع صورك على اليهال حق التخرع. روحي روحي خلي تعوضها. لا خلينا نتولى. لا خلينا نتولى. روحي يلا يلا نشوفك متصور يا بنيتي. طاح منها بعد شو تدور؟
كنا نفنوفي مو بزين يا بليتي. لا يما نفنوفك هذا يطلع بالصورة شحلاته ينن. الله مو حلو. يلا تفضل. وين؟ ايه؟ بدل ما تقعد طول النهار نجرى ومهاوش مع امي، اقعد الحين ماكو احد يزعجك لحلك اغنيه على فراقك. على امرج دفعه مردي. انا متعجب من هالبنت شلون صبرت بطن امها 9 اشهر. حطتها بهالبركه 9 اشهر. انتك نسمها بهالخرمس 9 اشهر. انت رزق الله طلع حلنا شيء يمكن لو نلحق عليها بس حق الايجار. من كلمات علي ابو مسند، غناء سالم قعد، الحان انا. بس الكلمات صدق تضحك، لكن خلى حنش علينا احنا. الكلمات يقول فيها يما يا البارع قوية العين تبيلها ويلين. هذا خاف عن عمتي يا عمتي. لكن خلى حنش علينا. طلعت الاغنية ايه طلعة مالتي المعروفة. تعذب وين لا يباع. أبا إيه، لأن هذه أغنيتي لازم أرددها. يما يا البارع شنو الدقة اللي باقة مني فريد الأطرش؟ يما يا البارع تقابلها غلين. لا مو خوش لحن، لازم اشوف لي نغمه تخرب على الاغاني كلها. خوش 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 يا با خوش. يما يا البارع قوية العين تقابلها غلين. قوية العين تقابلها غلين. واحد بربي واحد بربي تقي. يما يا البارع قوية العين يا بوي. الله اكبر. واحد بربي بربيتين واحد بربيتين قوية العين بلها غلة قوية العين. ويف يا أما أنا في البيت الطباخة شفت ولا لا؟ الطباخة شنو؟ واحد بربية واحد بربيتين تبلها ريلين. من هذي؟ تبلها درزن. واحد بربي يما يا البارع يما. وصل ما طقك مع الرمه يما ويما. انا قاعد احاجيك وانت يما يما. خليني اترزق الله، خليني اجيب لك عليك، خليني اترس بطنك عيش ولحم لو لهني. بس خليني حسي فكيني. مهي مره مهي مره بقره ما تحس الا لو صرخت بويها.
فنلحن فنلحن لو حق ليدان بس. مالي خلق شيء لكن انا متعجب من هالام هذه. ام كذي لا حول ولا عيل 6 قروص خبز ريوقها قوطين جبن لا 4 كيلوات لحم هذا غداها بس. وين وين شو اسوي لا حول ولا قوه الا بالله. لكن ما كلها مرد على الاغنيه التاخير. ما لقيت جنطتك؟ اي جنطه؟ هو جنطتي توا بايدي، انا دشيت الجنطه بايدي. جنطه؟ اي هاي جنطه. تو الجنطه على ما انا لحن الاغنيه. وان جنطتها وين؟ دبلها ريلين. قم دور جنطتي معي قوم بس. تعالي يتي بوقتك يا امينه. لحنت الاغنيه صدت النغمه اللي انحاشت مني من اسبوعين. بس لا تطير منك. شو اللي تطير؟ النغمه. نغمه حشد يا تعدي مو نغمه هذه. لكن سمعيها. تبلها ريلة. اي تبلها ريلة. قوم دور جنطتي معي يلا. حسه وخلوني اطلع فلوس. خلوني اترزق الله فلوس نقود. لا والله ايه؟ طلع نقود فلوس. والله لا يبارك فيش من بنت. حش انا لو شاري لي كم متر وشاده على هالبنيه مو احسن من هالعود. لكن يلا. ها اخ فلوس يا جبريل. مقيمش بالنحماس موجود. مقيمش بالنحماس اسم يدي. هذا صوت عمي بودنهوس شايبا. ها هلا مرحبا يا حي الله عمي بودنهوس. يا هلا ومرحبا. تفضل عمي تفضل. شلونك انت؟ والله بخير. شلونك انت؟ واقع ما فيك خير. ولدك دنوس شلونه؟ دنوس ودي وياي، لكن قلت له هالايام امتحانات وقعد ادرس. اي صح. احسن لك وودك مره ثانيه. اي على خير. قاطع ترى انت عليك حق. كل ما اسال عنك يقولون مسافر. حشا صاير سندباد. اي شغل. اقول خير. انا جايك زعلان ولاني راضي. ليش؟ وحمقان بعد. اي ليش؟ أنا ماني عمك؟ بلا والنعم. أنت سمعت إنك متزوج. يا عمي الأهل ما قالوا لك؟ قالوا لي قالوا لي، لكن أنت ما عندك عقل، ماكو مخ. طالع عمي عمك. أنا يا منها من ماتت زوجتي وأنا ما طالع أحد أبد من الحريم مرة واحدة. ها وماخذ حريتي واللي أزيد من كذي يقولون أمها وياها. يا عمي هذا اول شرط ان امها تكون معاه. شو اسوي يا عمي؟ انا شفت البنت وتخسبكت. ويقولون بعد هذه المحبه اظن. ايوه. لو قايلت لك سكن الفريج وياك سكنتهم. هذا اللي صار يا عمي. هذا اللي صار. مقرود مقرود ولا عندك سالفه. لكن سامحني يا وليدي، ترى هذا من محبتك ومعزتك. عمي خذ راحتك ولا يهمك. ما علينا. انت مستانس وياها؟ مستانس طلبي مستانس. الوناسه والسعاده اقرا عنها بالجرايد والصحف بس. ليش ما تحبك؟ ما افتكر يا عم ان عندها قلب تحب فيه. عيونها مثل عيون العتوي، كله ودها تتحرش بالناس وتغازلهم. والسبه امها، امها اللي دللت البنت وخربتها علي. تغازل ولا قطعت رقبتها؟ يبين مربينها هلها تمام. وايد. واللي ازيد من كذي يا عمي مبذره، ما تطيعني ولا تسمع الكلام. عيل الطرار. الطرار يجيب الباب يطق الباب تعطي دينارين وثلاثه. الطرار. طرار؟ اي والله. دينارين وثلاثه؟ من اليوم ورايح بنشتغل طرار وان شاء الله. ثلاثه بيوت في 3 دنانير. ثلاثه في 3 25 نعمه. يا عمي اضرب لك مثل مثل. ما عندها سالفه ابد. المره وانا عمك مهر اذا ما تعسفها عسف وتقلب الجامها ولا ترى تركبك ما تركبها. لا واللي ازد من كذي. ايه؟ اللي ازد من كذي انها منشفه ريجي
شلون؟ ايش فريج؟ عيلان ريال ملحن وفنان، ملحن لها أغنية، أقول لها يا معودة أغنية هذه حق بنتك هدية مني لها. لكن وين 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 اللي تسمع؟ وين اللي تقدر هالتعب وهالفن كله؟ ليش؟ بعد من تعاجبها أول؟ لا حول، ما عليك منها. سمعنا سمعنا. شا سمعك يا عمي؟ شا سمعك؟ شا سمعك؟ أنا مصيبتي مصيبة معاها، مصيبتي مصيبة، حالتي حالة. وين؟ وين؟ خير. هبه هبه، من هاللي دشوا علينا؟ يا عمي نعم، كل هاللي دشوا ضمير مستتر تقديره هي. هذه امها يا خالتي، عمي ابو دنوس تاجر معروف سوق الغنم. كفوك. ها؟ كفوك. وي يا حي الله ابو يحيى. ابو دنوس يا جليله الحياه. ها وين البلدية عنها هذه؟ يا حيامي منك الله يحييك. يا عمتي هذا شنو لابسته؟ هذا نبي فرح اصور. لله والله يا رجل. انا اقول وين شايفها وين شايفها وين شايفها وين شايف مثلها؟ زين؟ ها التوانك المستشفى الصباح. بس يا عمتي انت مره كبيره وهذا ما يلوق لك. شنو؟ ما يلوق لك. انا مره كبيره؟ اي كبرت عليك عمتك. شيلي للحي. مع السلامه ابو يعل. ابو يعل يا حلايا هل يا موسى عسى ما عورتك؟ لا عمي غوني قسم صغير. انا متعود، انا نص مصروفي لزقات والباقي ركس. هذه شو توكلها؟ اوكلها خياش، اوكلها بابوك جيري كاشي. سم سم الجد ترخص وانا ابوك. لا وفوق هذا كله ترى ماني دارس عينه. بعين ايه؟ عين الرجال ملحن اغنيه مقدمها هديه حق بنتها امينه. نعم. تقول لي شو الصيحه؟ اسمعها اللحن هديه مني حق بنتها. أي. يعني بمناسبه شهر العسل. أي. تقول لي قطع قطع قطع، شو الصيحه؟ كنا هوشه قطار. فن موسيقى تقول هوشة قطار. اللي هذا شكلها ما عليك منها، قوم سمعني انا اللي احب الطرب من زمان. والله قديم. خوش خوش. هذا اليوم عمي واحد، باكر يصيرون اثنين، لا صاروا ثلاثه رحنا الاذاعه. الاغنيه يا عمي اقول فيها جمالك ودلالك. نعم. حيرني اي حيرني، وصوتك العذب يسحرني اي اي يسحرني. لزمتها اي مفرق، وطرفك الاكحل يكشمشني اي يكشمشني. لكن اللحن يا عمي اللحن اللحن، وطلعت الاغنيه. عمي اذا سمعت هالدقه اعرف ان ولد اخوك بالاذاعه قاعد يغني. جمالك ودلالك حيرني اي جمالك ودلالك حيرني اي حيرني مو هذه لازمتك؟ يا عمي هذا قرص مو لحن. جمالك ودلالك حيرني هاي وحيرني هاي وحيرني هاي وحيرني هاي وحيرني هاي وحيرني وحيرني هاي وحيرني هاي وحيرني ذمتك يا عمي ذمتك
يا عمي شو تكون باللحم؟ انهيك انهيك انهيك؟ ايه يا الهي يا ربي انا ما ادعي اني انا محمد عبد الوهاب بس احسن من غيري ذبحنا اي اي ايوه صورة 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 طلعت بيمني ومحسن ينعل دفنه كله عليك يبا محسن يقص عليك صايرت لنا مثل ام الحصن ويقعد يقص عليك والله محسن هذا يبطل خلا روح اشوفه وعد بهنا ما انا عندك سالفه اقول وين شايفها وين شايفها توني تذكرت ام الصخور ها مسكينه اكبرت وصارت تدق العود ما شاء الله من تحاكي انت احاكيك يا ام الصخور انا حمد بدنوس ما عرفتيني نسيتي الفريج نسيتي يوم ترضعين عيالنا نسيتي تسيرين علينا وتخمين لحوشه ونسمي نروح ام الزهور وهي ام الصخور واقف بين الزهور ودنوس يا هلا يا مرحبا شلونك عساك طيب بخير شو صحتك الله يسلمك اقول كبرت يا ابو دنوس كبرت هذه الدنيا شو كبرت وعيزت وين شطانتك وين لعنتك الله يا ما اذيتني يا ما غيرت عباتي من على راسي هذيك الدنيا اللي ما والله العظيم ما حساب اللي تنسي لا تذكريني وين الله طيحك بهذا تذكر يا ابو دنوس تذكر التجار والنواخ ذيوني ترجوني عشان اروح بيوتهم واتعزز عليهم وتالي عمري هك وانا قاعد عند الشيء هذا لا يطنز علي بعد ايش تطنز يا خسي بلاك ما عرفتها يوم انها صغيره كل صبيان الفريج وراها وراها ها وهي تمشي ولا تطالعنا تدربح تدربح الحين انت جاي تطنز عليها انا بغيت اشتغل وياها ولاد ولا سباق جمالها الساحق الماحق معنا مبينه يا عمي المثل يقول طالع وجه العنز وحلب لبن وتعيتها معك مع هذا الحكي البايخ والله اضحك على قرادتي عسى الله يقردك بالدنيا والاخره يكفي انك حماتي تبين احسن من القراده دنوس ويعا ابوي ودنوس ومش عام معلنا منه ودنوس ابوي اقول تذكر يوم نلعب البيده اذكر وصاده مصاده كله الا صاده مصاده هذه يوم لحقت وقرصتني بقيتي جمعت ليران والاهل واهلج واهلي حتى بقى يودوني المديريه والاسباب انت الله ذبحني بقرصتك حسبي الله عليك كانها قرصه عقرب عقرب رمل من تحت لا تحت حسبي الله عليك انت ما تغيرت يا ابو دنوس شو نسوي وين اتغير وانا اشوف حبيبتي العمر قدامي الحقيقه ما عندك ذوق ولا نظر نظر الحين على السفرات وعلى الطلعات هذا حبيبتي العمر صدق ما عندك نظر يا عمي وانت بتقومين تفسخين هذا بنوب ولا الحين افسخك اياه ماني بتفسخها تبيها تنتشل علينا الحين هني ماني فاسخته وحرة حميصة وإذا بنت راضي بس من جو؟ إيه حق التبطط أقول خير من جو شنو؟ من جو ابن فنوف لا الحد سوجري ها؟ سوجري أكثر منه بشبه يعني صطمط هذا هو يا عمي هذه إذا تفسخت صطمط فيه ها عمي بدنوس هلا. يا هلا يا مرحبا كيف الصحة؟ شلون دنوس؟ حيا الله محسن أكدنيا شلوني؟ الله يسلمك كيف صحتك؟ الله يحييك وانتو للحين أصحاب؟ اي على خبرك يا عمي شو أسوي وانت خالي مو غريب اي عسى الله يفرقكم الله يسلمك
اكيد هذه زوجتك. اي نعم زوجتي امينه بنت ام القبور اللي يمك. لكن حشيمه مو لك اللي يلعب وياك يصير اردى منك. برا برا صايره مثل هتلر على الكابوس. ما شاء الله ما شاء الله كلك ذوق. اي زين يا جماعه من رخصتهم وين؟ بسافر. لا لا ما عليك منا لا هو مسافر ولا شيء بس يتعزز علينا. حشا والله هالمره معزم اسافر. ايه ايش عليه؟ خلوه يسافر خلوه يرتاح ريال لا مرة عنده والخير وايد وعقار وحلال خلوه يرتاح. هذا انت يا محسن دائما تعزم على شيء وتهول وما تشاور احد. ما علينا اذا سافرت ان شاء الله متى ترجع؟ ليه ما اطيق؟ هو مريض؟ يا عمي مريض مريض وايد. عمي يعني دقيقه وانا جايه. انزين روح. عليك يا محسن وعي هذا بس على قولك تسافر الحين انت ما تقول لي تسافر وتهد اخوك عقبك شو يسوي؟ يا عمي يدور له شغل ويشتغل. يا محسن انت تدري اني ما خليت وزاره ما رحت قاطبين علي شهر الرابع والميزانيه وميزانيه وشهر الرابع صار لي 3 سنوات قاعد لا شغل ولا عمل وبيني وبينك انت مالك عاده تسوي شيء الا وقايل لي هالمره ما ايش فيك؟ هالمره لازم اسوي كذي ولازم نصمم على السفر. محسن انت فيك شيء من خالي تقدر تقول لي السبب شنو؟ ما في سبب ابل في الدنيا بشوف الدنيا فيها شيء. محسن شو الحكي مالك عاده انت كذي مالك عاده لازم فيك شيء. محسن ترى اذا ما قلت لي هذا اللي بيني وبينك ارجوك يا موسى لا تحرجني ما اقدر اقول محظوره. محظوره من عندنا عمي عمي مو غريب من لو فينا. يا قول اخذ راحتك مسؤول. انا عزمت اسافر هي لاني احب. اقول محظوره وذي وذاك وذي واخرتها تحب. يبقى الحب مو عيب يا محسن وهذا ياما اشوف الناس هابين بالحب ما ايش عندهم. بس قل لي من هي البنت هذه اللي تحبها؟ مرتك. فهمت؟ ها؟ رجع. اي نعم احب مرتك. والله يا اخوي شريف فكرت كنت ما اقول لها اسافر وابتعد عنها. تزوجها وانا ابوك؟ يتزوج مرتي. مرتي مرتك عطنا الشوزن. لا يا ابو دنوس انا عمري ما غلطت وما حبيت اخش عنكم شيء. اي وانا وموسى اخوان دنيا من زمان. خوش اخوان خوش اخوان. تصدق يا عمي ترى هذا مبطي هذا شغله. عساني ما احب وحده هالطولها الا وقام احبها معه. القلوب شواهد. اي شواهد 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 دموها. يبا تزوج وفكنا من شرك. انا مستعد ادور لك البنت اللي تبيها. ما ابي اتزوج مشكور ما ابي اتزوج. احسن طيعني بنت مود الحمر تعرفنا عليهم الكشته لكن شرعت تبكي يا وابوها ريال غني وما عنده غير البنت. توكل على الله. يا موسى انا ما يهمني لا غني ولا فقير ما اقدر ازوجها وما اقدر احبها انا احب مرتك وبس. مرتين 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 مرتي انا اللي شغل فيها ما اقدر اعطيك اياها. وانا ما طلبتها منك. وانا طالبها منك على اساس تعطيني اياها. هدوا نفسكم هدوا نفسكم هدوا نفسكم. انتوا اخوان من يوم انكم هالخبر. عطى اللي يبي ولا تتكدرون وتزعلون. يبي مرتي. مرتك عطنا الشوزن. لا يا ابو دنوس. لا يا ابو دنوس. ها؟ انا ريال عمري ما غلطت. وانا صرحتكم باللي فيني وبس. موسى. خير. تسمح لي اخذ تذكار من زوجتك؟ اخذ اللي تبي وفارج فخدمها. بتسافر يا محسن؟ اي والله يا عمتي ويا يسلم عليكم. اي تروح بالسلامه يا وليدي وترجع بالسلامه. الله يسلمك.
بدل ما تعطيه مرتك. مرتك عطنا الشوزن. والله حالك والله بلوه. اما عطني مرتك ولا ازعل. انا ما صدقت على الله اتزوج قرض من الشؤون والصوب وسلف. مقرود هذا. دندن من العود على الله التوفيق. هذا اكيد واحد من اللي بيشترون البيت. قول لي تفضل. على ما غسل وجهي يلا بسرعه. دشي ام الصاله. ها يلا توكل على الله. شكرا لا بأس. البيت لطيف يا فندم. بس يبا دام انه مالك نية تشتري عيش حقه جايين نشوفه. يا ابنتي يا حبيبتي الحقيقة انا ما احب اسكن في هالفريج وسبه المنطقة بعيدة علي شوي، لكن اللي عجبني فيه البنيان والواجهات فقلت نشوفه يمكن نشتري. بس انا استحي اني عند الناس ونقعد ونأذيهم وربما نشتري البيت. هاي افا افا يا بنيتي افا. رجال لا نعرفه ولا يعرفنا، يعني ايش بصير لو ما اتفقنا معاه؟ انا بستحي. افا ما طلعت مثل ابوك الوجه منشف والكلام موزون. حس ريول سكتي بس. اهلا حج. اهلا وسهلا. يا هلا. مرحبا. أهلاً. اقدم لك نفسي احمد المشهور طاووس الهند. طاووس الهند؟ نعم. وانا اقدم لك نفسي موسى المشهور فار النقعد. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والاخت بنتي فدوى. فدوى اهلا وسهلا. فدوى انا كني شايفكم قبل هالمره بس ما ادري وين. طبعا شايفنا في البر. في البر؟ كشتة؟ حج احمد يا حي احمد. يا احمد اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وسهلا. طاووس الهند؟ انا هذا اللي ضيعني هنا. فرصة سعيدة جدا. انت يوم قلت طاووس الهند انا قمت ادور ينحالك وعصعصك مالك شيء. يا حي الله طاووس الهند. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقة زارتنا البركة لو ادري كان حاط الاعلان من شهرين علشان اشوفكم. الله يسلمك. اهلا وسهلا. والله يا اخ موسى انا ودي الحقيقه اشتري بيت جاهز. اي لانك تدري اللي مثلي ما يقدر يبني. اي صح. البنيان صعب جدا. اي صح. مواد عمال أكيد. مهندس واللي مثلي ما يقدر على الشغل. اي تعب البنيان. البيت وراح البيت احب اقول لك انه تحت امرك يا حج احمد. دايم دايم ان شاء الله. الله يخليك. والبيت مثل ما تشوفونه انا تعبان في واي. اخ اللي خلاني ابيعه ظروف ماديه بس يا حج احمد. ظروف افا ظروف ماديه تحصل عند الاخفار وطاووس الهند موجود. الفلوس يا ولدي ترى ما تسوى شيء. الفلوس وصف تروح وتجي. اطلب يا موسى تدلل ترى على بالشوفه عمك. خليك عند امرك بس قول اللي تبيه لك من الدينار لثلاث دنانير. يا حجي كلفت نفسك وهاي واحب اقول لك ان ثلاث دنانير ما تجيب ترمه يا طاووس. لكن انا شوفتكم تسوى الدنيا وما فيها عندي. ارجع واقول اهلا وسهلا. وسهلا اهلا وسهلا. سامحينا يا اخت فدوى ترى احنا دشينا بالموضوع احسن. لا لا ولا يهمك خذ راحتك. ايه تصدق يا حجي احمد ان قبل تيون بساعه قاعدين نتحدث في موضوع يخصكم. الموضوع كان شيق. الموضوع اي نعم. خير شعنا. الموضوع كان يخص اكيد موضوع يخص بنتي فدوى. اي نعم. خير. قبل كل شيء احب اقول لك ان عندك مانع يا طاووس انك تزوج هالطاووسه؟ والله يا اخ موسى اذا كان شخص محترم مثلك ممنون وطيب مثلك مشكور ومعروف مثلك ممنون فانا ارحب في هالشيء. يكون مثلي؟ طبعا يا اخ موسى. أنا أشتري سعادة بنتي في كل ما أملك
لانك تدري انا ما عندي غيرها في هالدنيا. صح. وبعدين بيني وبينك علشان اتفرغ لسعادتي. حيث وانا صغير زوجوني اهلي فما تمتعت في شبابي. مسكين. وانا صغير صرت ارمل تصور. مسكين. توفت زوجتي فما تمتعت الحقيقة وتالي العمر موت يا ولدي. ما في شيء. هذه تشفت. الله يعطيك العمر ان شاء الله وتعيش سنين طويلة يا حج طاووس. تسلم تسلم اسمح لي. ونشوفك. لا اخذنا على بعض مرة واحدة. ولا يهمك اخذ راحتك. لاني انا دائما احب الصراحة. ايه. صريح في كلامي. مثلي. صريح في منطقي. صريح في معاملتي. صح. وتأكد من ناحية بنتي فدوى. ايه. بتكون الزوجة المثالية الطيبة الهادية القوية اللطيفة الظريفة. حجي هذه دعاية غسالة مو بنت. المهم بنتي دائما تحب الشغل. ايه. لكن فيها عيب واحد. عيب؟ شنو عيبها؟ تحب الموسيقى. عيبه؟ تحبي الموسيقى يبوا؟ والله البيت عندنا تسجيلات مثل الإذاعة المتنقلة تمام، اسطوانات أغاني، وإن شاء الله إن الله كتب لك النصيب بتكون أسعد إنسان. لا يا حج طاووس، مو أنا اللي بتزوج، أنا من قرد متزوج من زمان. اللي بتزوج واحد من أعز أصدقائي. أفا حسافة على الكلام اللي قلناه يا أخ طاووس. لا خذ راحتك يا حجي، لا ما أرضى تغلط على رفيجي، رفيجي أحسن مني تأكد. والحين الله نشوفك المرة الجاية إن شاء الله. إيه على خير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أسعدت مساء أخفار. أسعدت مساء يا طاووس. نصر علينا المكتب يمكن نشوفه. حياكم الله. حياكم الله. السلام يا موسى. اهلا وسهلا يبا. صج حلوه البنت هذه. ردت صحتي بس شفتها. لا جمال وقار دلال مرة مرة. لا وفنانة بعد مثلي. الأصول أنا أتزوج واحدة مثل هذه، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. سعيدة 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 كمل يا سعيدة. خير سعيدة؟ مصيبة يا موسى مصيبة. ها؟ مصيبة طاحت علينا. إيش مصيبتها؟ أمي المسكينة. أمي إيش فيها؟ أنا وياها قاعدين نتمشى على البحر ويلف عليها باص ويدعمها. وعسى ما تعوض الباص. بلى. بالله. الباص انقلب. امي مسكينة طاحت بالبحر يا بعد. الباص انقلب. ايه يا بعد. تريلا تريلا مو مو ام. اللي دعمها الباص والباص انقلب خلاص، هاي ما منها فايدة. هذه اللي بتلحق على عمري. وينها؟ خل نشوفها بس. شربت ماء البحر؟ ايه. جرحت الماء يا اخي وتكسرت الانقاض. يبا كلمه مو واحده كان من زمان بيته والله العظيم. موتت كلب. يبا عاد احنا انقذناها وانت كيفك؟ اميس. اميس. يا علي انطحت التيس. والله لا اوريك يا الهيس. سبين خير. عطهم عطهم كل واحد 5 دنانير دفعت بلا عن عمره. عجيب. ايه. اعطيهم كل واحد 10 دنانير ردت بللك. اه مالت دنحني. ايه. مالت الخدني. ايه. مالت طلع مخي. صاحي صاحي. ايه. وش. ورصة. ورصة. يا بنيتي. الله صدق ان انا حية. لا تخافين حية تسعى ما في شيء كلش. عطهم 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 لا ترددني. والله حاسبهم. مو بكيفك المبلغ هذا، مو هين كل واحد 5 دنانير. خليني اراجع نفسي واشوف اذا ممكن ولا لا. الحقيقه انك بعد مسح على وجهك. امينه عطهم 5 دنانير وخلهم يروحون. تعوذ من الشيطان يا امينه. امك لو نوديها الحرايه اسبوع ما تجيب 700 فلس.
واذا ما اعطيتكم اعطيتنا ايه؟ بسيطه نشيلها ونرجع البحر لا هذول نغرقها لك بعد الكلام عند المراكب كلش تودونها البحر وتغرقونها اي نعم عيل كل واحد 10 دنانير ارفع هريا 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 عشوف ماكو فكه اسمع انا ماني قاعده عندك ولا ابيك ولا احبك امينه امينه طيعيني لا تدخلين نفسك بيني وبين امك ما عليك شو ما تدخل نفسها مالي امها ما تعبت ما ربيت ما شقيت ما دريت لا يدلعون لانك لحم بدون رخصه البلديه عشا قصاب مو ملحم ست دنانير ونص ارفع هيا هيا ماكو شاكك شاكك حرام عليك يا موسى تسوي كذي حرام عليك اقول لك تندمين ما عليك من امك ما عليك منها يا عيني قطعك قطع اليوم اللي شفتك فيه والله العظيم لا انت ادوم قلبوها اللي تعورني جاي وراتك الغوا على ربع دينار على وتلقى قلبها قلبوها طلعي برا يا التريلة طلعي التريلة تدوسك ان شاء الله ما لي طالعه التريلة تدوسني التريلة تدوسني سبع داني رفع ماكو شاكك موسى ما هديتك والله هالشكل اعتبرني من اليوم ورايح ما احبك ولا ابيك ولا اواطلك ابينا طيعيني لا ماني طايع لك تندمين على كلامك قولها قولها شاقول قولها اطلقها تندمين لا لا تستحق انت اللي تندمين قولها عيل دام المساله وصلت لهالدرجه روحي ارفع ارفع روحي طالقه 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 شمته والعده والخيوط واليين
هم هي حاجة وقضيان حاجة. اياك الله. هم اسلم عليه وهم حدك. الله يخليك. وهذه وين لاقيها عمي؟ ما بي ايش حق يقول وين لاقيها؟ هذه بنت عمك مزهرية ولد عمك موسى. مزهرية اسمها؟ ايه. وش اسم؟ هذا ولد عمي. ويا زينة يا زينة يبا. انا تلحس؟ يبا عم يشتري من هذا. مو للبيع مو للبيع. ما بيوح من زمان. الله اكبر. شربات البرتقال يا عم. البرتقال؟ اي. شكرا. يا حي الله عمي ابو دنوس. الله يحييك ويبجيك العين ترجيك. قل امين. امين ان شاء الله. عاوز حاجه يا عمي؟ اقول نعم. شو اسمها هذه؟ فتحيه. اي اي يا عمي. مش عاجبك فتحيه؟ اذا مش عاجبك قول لي يا فتفت. زين توهقنا وياها كذي. فتفت. نعم. ايه. روحي نزل الاغراض من الموتر. حاضر. وين تولفهم هذولا؟ وين تجمع؟ يا سوى وش بالدرام؟ عيب جدي عيب. مو عيب زي وناسة وناسة جدي وناسة؟ بس أخاف أبوك يحس. إيش دعوة يحس أبوي؟ إذا أبوك شذي على أنتي. ناديني. إي عمي بغيت أسألك عن ولدك دنوس شلونه بالمدرسة؟ عسى ماشي بالمدرسة. موفق وبشرك. موفق موفق موفق. والله ثلاثة بالصف طلع عليهم الرابع. ما شاء الله ما شاء الله. وان شاء الله اطلع انا الاولى في الاناقه. ها؟ الاولى في الاناقه. مبينه ما شاء الله. صدق انيقه صدق. قرقعان تحت. شلونك ويا زوجتك الجديده؟ اي زوجتي الجديده ماكو بنت مثلها. الله اكبر. بنت مطيعه. مثلي. قايمه بالواجب. مثلي. تسمع الكلام. مثلي. قايمه بالبيت. مثلي. ها الحين اصيدها. بنت مؤدبه. مثلي. مطيعه. مثلي. تسمع الكلام. مثلي. كلبه. مثلك. طالعه على ابوك مثلي. اي والله ذكيه ما حد يصيدك. ما قلت لي خير وين تعرفت عليها؟ ايوه انت عرفت عليها هني. ايه الكشتات يا عمي تسوي شغل. الكشتات كشتات تسوي شغل. تعرفت عليهم بالكشتة وبعدين يا عمي ابو دنوس. ايه يوني بالبيت. ايه؟ يو يشترون البيت. ايه؟ ونظرة مني ونظرة منهم. كلمة مني ابتسامة منهم. لا تكررت الزيارات بط. ولا ولد اخوك متزوج. لكن الله اكبر ولد اخوك عايش بنعيم نعيم. عسى الله لا يغيرها عليك. ها وينها؟ ما شفناها. قاعده فوق السطح تخم الحوش. تخم الحوش. مو هذه اللي بغيت تزوجها محيسن رفيجك الطويله الحمراء العطره الزينه؟ محسن. ايه محسن. محسن اكاديميا. هذه يا عمي هذه. الله الله يوفقك. اللي تحب الموسيقى يا اللي تحب المزيكا هذه. لكن عايش سعيد عسى الله لا يغيرها علي. هذا اللي اقول. اذا غيرها عليك عندك مزهرية بنت عمك. اي انا مزهرية وانت الورد. انا التلمم. شرشنا فيك بس هالمزهرية اذا حطوا النار. لا تذبحنا يبا فكينا. اي هداك بس. هدي 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 هدي. اي هداك هدي. ما علمناك كذي احنا. تهدي راحة تهدي راحة على هداك. بس يا عمي هذه وين وانا وين؟ هذه بنت من بناتي. وي هداك بس. ما يخالف. شو اخبار رفيجك محيسن؟ احسن وين؟ محسن صار له سنتين من سافر بس يقولون انه واصل. صار له مده وسال عني كم مره ما حد يابه. وهم انا مالي اخبار عنه. والله بالله يا عمي من سافر سنتين. ايه؟ لا مكتوب ولا خبر لا شفيه لا حامض حلو ولا شيء. يا اي والله.
احنا هنا؟ يقولون انا شفت واحد من ربعه امس بالسوق قال انه كم مره سال على اساس يجيبونه هنا وما حد جابه. الله اكبر. لا قاطع مو حريص. كلش مو حريص. لو انه حريص كان حرص وسال. اي والله. وتاكد وياك مثل ما انا ما خليت بران ما خليت وديان. اي والله وانت انت كلك خير. عمي عمي عمي. نعم. قالك قواه. قواه؟ ايوه. عاوز حاجه ثانيه يا عم؟ لا شكرا شكرا. يا فتفت. نعمي. تعال اخذي مزهريه وديها الحديقه اتفسح. خليها تفسح زين. فين هي المزهريه؟ هذه مزهريه شنو؟ دي اسمها مزهريه؟ اي باي. انا لله. مالها مزهرك هيك؟ يلا يا ست زوزو. يلا يا بطة. يلا يلا. يلا يا بطة عمي. ربنا ما يحرمك منها ولا من عباطها يا رب. لا تطقطقيني. عليها وعلى لا تطيح بالحب. وحي زين. حطي بالك عليها لا تطيح بالحب. خير خير صاير. اي خير مكتوب هذا جاي من المحامي مالي. اي اسمع شو يقول. عزيزي موسى تسلمت الان مكتوبا من السيده ام الزهور حماتكم سابقا. يعلها الماحل اللي يمحيها مره واحده. هد نفسك هد نفسك. شو اسوي عمي انا بس اتذكر هالمره جسمي كله يرجف. طع ايدي شلون ترجف. طع. ما علينا كمل كمل كمل. تسلمت الان مكتوبا من السيده ام الزهور تبلغني فيه نبأ زواج ابنتها امينه. واللي تزوجت مره ثانيه مثلي. بس ابي هالمقرود اللي الله غاضب عليه يتزوج هذه وامها منه. الا ان ام الزهور تطالبكم بان تدفعوا في الحال مبلغ 1000 دينار وهو مؤخر الصداقه الذي تعهدتم بدفعه لها. وما دام هذا البند قد ورد في وثيقه الزواج فقد تحتم عليكم دفعه قانونيا وارجوكم في هذه الحاله ان ترسلوا الي المبلغ المذكور لاسلمه الى السيده ام الزهور. إيه؟ الحقيقه مخدي وما عندي مخ. انه بك توافق على مؤخر صداق 1000 دينار. 1000 جنك متحسف. شو اتحسف عليه يا عمي انا وصدقت على الله افتك منهم افارجهم فرقاهم عيد. هاي اللي يعيش الطواد يا يعيش يا يعيش يا يعيش 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 ملعب ملعب. انها لله. ابو زوجتك وينه؟ ابو زوجتي والله كل سنه يا عمي يروح لبنان 3 اشهر 4 اشهر بس المره طول ما ادري ايش عنده. في لبنان؟ اي نعم. ايش عنده؟ ايش عنده يا عمي؟ شوفي ما المرأة الطيبة الزينة مع زوجها الريال ما يقدر ينساها حتى لو ماتت. نعم. عمي طاووس الهند تزوج واحدة من لبنان. نعم. وراحت سنين وماتت الله يرحمها. نعم. تلقاه الحين كل سنة يروح 3 اشهر 4 اشهر لبنان يتذكر ذيك القعدات وذيك المحلات اللي كانوا يروحون لها. ايش منه؟ من الحب. ايش منه؟ من السعادة. ايش منه؟ من الذكريات. ايش منه؟ الوفاء. ايش منه؟ من حولي. هذه السعادة. هذه السعادة. ولا وينها ما شفناها؟ موجودة لكن بنت يا عمي بنت وابوها ريال محترم مو زوجته لبنانية فما نقدر نقول لها لا تروح لبنان يروح يتذكر ايامها بس. اي وانت صاد وانت صاد. اي البنت ايش تلقاها يا عمي ايش تطلع؟ تطلع حنطاوية. اي امها لبنانية وابوها كويتي. ايه؟ شاي حليب. شاي حليب. ايه. يبا ليش بتعبين نفسك يا فدوى يا بعد عمري يا بعد عمري من الصبح للحين صليت. ما صدق ما صدق ما صدق. عمي ابو دنوس زوجتي فدوى. هو يرعاك ربي هو عظيم الشان من كل مكروه عندنا صوبك. هاي زوجتي. ونعم. خوش صدفة وخوش حفلة بتصير. ايش حفلتها؟ يا عين عليك، انت نسيت انه باشر عيد زواجنا؟ اوه والله راح عن بالي، والله راح عن بالي، شو اسوي؟ سامحيني مشغول وعندي اشغال، ما يخالف ما يخالف. ها؟ راحت عليكم سنة وانتم ما تحسون. ايش منه؟ من الحب. ايش منه؟ من السعادة. ايش منه؟ من الدلال. ايش منه؟ من الجمال. عدل. لكن انا عندي لك راي يا فدوى. شنو؟ ايش رايك انا وانتي وعمي ابو دنوس ننزل الديره ونروح نحتفل ببيت عمي ابو دنوس؟ الحين انا جايكم
ومسير عليكم وعيسر الاشاره دوركم وبتجوني. لا لا لا، كلنا نقعد بالبيت ونحتفل بمناسبتنا السعيده. ايش قال؟ انا موافق. حتى انا موافق. وانا موافقه. مين هاي؟ مين اللي يابها هني؟ انا جايبها. جايبها قويها. ما بتقوين. انا بتسبح في البحر. بتسبحين بالبحر؟ جبت وزارج؟ نسيته في البيت. نسيتي عيل؟ ماكو تسبح قدام الريايل من غير وزار. مزارية زوجتي فدوى، بنت عمي مزارية، بنت عمي. هذه مرتك فدوى؟ اي. على هون، على هون. حل عمي بقى، ما في حله. ما عليك منها يا فدوى. ما عليك منها. وين ابوك؟ وش اخباره؟ بابا هالمره تاخر، ان شاء الله يكون غيابه على خير. يا عمي ابو دنوس. نعم. قاعدي عادي يا بنت. ابني هي. عمي ابو دنوس، انا لاحظت ان عمي طاووس الهند ابو زوجتي ما قام يسافر وياخذ راحته الا يوم زوجني بنته. اه. يا عيني عليك. يعني مال مني مو جدي؟ لا يبا، هو ما قال كذي، هو قصده يقول يعني اخذ حريته. انطلق. والاول كان مسجون؟ لا قول. ما قلنا فكره. يا فدوى يا حبيبتي، يا بعد عمري زعلتي عمي ابو دنوس. ضيف عندنا الله يهداك. كذي شي راضي الحين؟ يا ابو دنوس صحيح زعل؟ اي زعلان. يبا عفية عفية عشان لا تزعل. واخرى عني ماني زعلان. بلا بلا، كان تنبوز تضحك. لا 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 يا ابو دنوس، ما نبيك تزعل ابد. زعلك عندنا بالدنيا. بالدنيا؟ عيل طاح الحطب. اي توكل على الله. لا تكسرين خنفات العالم. اي. ايش رايك يا موسى؟ إذا أبوي عقب كم يوم مرت نروح كلنا للبنان ونجيبه. وأنا وياكم؟ أنت راس الدستة. عرفت، مؤامرة. مرة بيودوني الديرة ببيتي، مرة بيودوني لبنان. قولوا بتخلصون مني وأنتم عارفين. يا عمي شل حكي، نقدر نستغني عنك احنا. الله يهداك بس. يبا ما عليك، أنت خل تسبح في البحر. أعطينا الشمتة. الله الله بالإدام يا عمي. زبيدي. اي نعم. بقعد على اليال حداك زبيدي. ها زبيدي. اي موفقين ان شاء الله. اي ترى يا عمي زبيدينا هني غير، قول له بس زبيدي هو يطلع لك. يطلع لك على اليال. موفق ان شاء الله. امان الله. حياك الله. عمي اللي مستانس في الدنيا وبس. صدق مرتاح. مو هامه شيء كلش. ايش فيك سرحان يا حبيبي؟ اكيد انت ابتديت تتضايق مني. لا بس خايف اني اتضايق شوي. بدك تقول يعني حياتك اول كلها فرح وسعاده؟ والله حياتي كانت ايام حلوه، سعاده وناسه، ضحك، سهرات، طلعات، عزايم. راحت ذيك الايام، راحت. والحين لا طلعات ولا سهرات ولا قشتات. اكيد انت بتعسب ليش انك تزوجني، مو كذي؟ يا حبيبتي شل حكي بعد عمري. كل ما افتكرت انك في يوم من الايام تزوجت واحدة غيري، واحدة حملت اسمك، واحدة قعدت يمك مثلي، واحدة يمكن سعادتك اكثر مني بعد. يا فدوى عمري ما شفت السعادة الا عندك، والله بالله طيعيني. الا قول لي يا موسى. خير. انت ما شفتها عقب الطلاق؟ لا ابد ما شفتها. افترقتوا ليش؟ عمرك ما قلت لي. من امها؟ بالقاعد اقول عن امها، يعني لولا امها انت تحبها. وهي كانت حلوه؟ امها اتخسي على ما نقص الاحصان. انا مش قاعد اقول عن امها. يا فدوى يا بعد عمري، انت الحين دشيتي في موضوع معقد، لا راس ولا كلاس. شلون؟ انت الحين الله يهداش قاعده تحققين معاي باشياء كنت اسويها قبل لا اعرفك ولا تعلميني. وافتكر ان المراه ما لها حق تزعل او تاخذ بخاطرها على اشياء كان الزوج يسويها قبل. والله كلامك عدل يا حبيبي. قل لي مرتك الأولية كانت تشبهني؟ لا. يمكن كانت أحلى مني. ما قلنا كذي. طويلة؟ لا قصيرة. سمينة؟ لا ضعيفة. شعرة؟ لا سمرة. شعرها مرتفع. لابسة دشداشة مقلومة. عالقينية.
ليش ناشا مقلمة معان ليبية فعلى من يراها يسلمها إلى أقرب مخفر للشرطة زين؟ أنت عم تضحك علي يا فدوى يا بعد عمري هذا أنتو يا الحريم إذا حست الوحدة أنها عايشة سعيدة مع زوجها تحاول بأي طريقة أن تكدر وضيق خلقه هذا أنت الحين تحور فيه وتدورين شيء ضيق خلقه الله يهداك والله كلامك عادل يا حبيبي سامحني أنا غلطانة سامحني مسموحة بس يو زي ما بذاني عجوان يو زي ما بذاني عجوان وهلأ اسمح لي يا حبيبي روح غير هدوم توكل يا عوالي آه منكم يا الحريم صدق غيورة لكن لو ما تحبني ما غارت علي يا جماعة تحبني ايش عليكم انت يحبون الولد يوجوا عني فتحية يا فتحية نعم يا عم اسم الله عليك يا عم اسم النبي حارسك اسم النبي حارسك يا عمي هذا اللي بتخليني اطلق زوجتي واتزوجها عمي بودنوس وينه؟ على البحر ايش قاعد يسوي على البحر؟ قاعد يلعب طبع حنة وطبع كشري طبع حنة وطبع كشري؟ نعم شنو؟ هاي اللعبة جديدة هذا يبا لعبة طبع حنة وطبع ماش مو كشري ماش ما علينا يا فتحية روحي سرعة سوي لهم غوري كاي وسرعة وديه يلا يلا كاي اوه كاي يا عمي كاي ايه هذا الحمر كاي شاي بدل كاي شاي يا ايه شاي روح يقول شاي يا عمي ما اعرفش الكاي ده ايه الكاي قربة الشاي الله لا قوة الا بالله لكن انا حاط النوتة الموسيقية بمكان نوتة نشيد الحب ومن صجي ومسوي لي نشيدة ولحن حق بنت أم الصخور لكن أخاف أنا زوجتي فدوى الحين تطيح بالنوتة وننفضع هذه والله البلوى تقدر تقول لي شنو هالنوتة الموسيقية؟ صادق لقيتها بدولابك اللي بغرفة النوم إيه هذه نوتة موسيقية يا سلام يا سلام يا زوجي الحبيب لهالدرجة أنت بتحبني وأنا ما أدري الحين بساحب مين فوزي؟ تفوزني أنا أسعد إنسان بهالدنيا أسعد زوجي هيدا ببين لي إنك أنت بتحبني وبتفتكر فيني حتى وأنت بتشتغل لا والأحلى الإهداء إلى زوجتي الحبيبة هي؟ إلى زهرة حياتي لو يدري عمير كان شقيبه دورة جمالك ودلالك حيرني حيرني ولي صوتك العذب يسحرني يسحرني صادق فرقك الاكحل يسكرني يسكرني ومصدقه بعد ما تدري ان حق بنت ام الصخور جمالك ودلالك حيرني حيرني صح فرقك الاكحل يكشمشني يبا يسكرني خلعينا يا سلام على هالكلام يا حبيبي انت ليش ما بتغرد لي كل يوم ليش ما بتغرد لي عصفوري والله عصفورك كان صغير وربيتيه على يدي ولما كبر طير ولي سلمك سمعني سمعني انا مبطي اغني مبطي الحنجره هذه ما حد يقدرها جديده بعدها بقراطيسها طالعها طالعها طيب سمعني سمعني ولين هذه اللي بتوهقنا يبا هذه ما تنسمع الا عقب العشاء ليش عمي 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 توترني على شانك على شاني قريب من بابا شكرا شكرا من بابا اكيد فعلا من بابا لا والله خلني اقرا اي اولادي الاعزاء تسلمتوا رسالتكما ها تو مستلم الرساله صار لنا شهر دازين للمكتوب على ما نايم اي تاريخ تاريخ 19 جاي من بيروت 19 هذا اكيد من بيروت عن طريق الهند وقدرت فروغ صبركما الذي اشاطركما اياه صح ساترك بيروت واصل الكويت غدا على الكويتي يعني اليوم لو تعرفين كم انا مشتاق اليكما أي؟ وما عندي من اخبار واحاديث ارجو ان ارسلها اليكما في اقرب فرصه اي طبعا بيسولف لنا عن مغامراته وعن اشياء اللي سواها هناك
ما أشوق الأب إلى رؤية أبنائه بعد طول الفراق. ومن قال لي طول القعدة هناك؟ من قال له؟ يا فرحتي يا فرحتي. فتحية فتحية. نعم. روحي ركبي ركبي غرفة أبوي أوام. غرفة بابا؟ أيوة ركبيها زي. عيني الاثنين عيني. يا موسى خلينا ننزل السوق ونرد قبل لا يجي أبوي عشان نقدر نعديها. إيه طاووس الهندي يستاهل كل خير. إيه لكن وصي فتحية على العشاء. حاضر على أمك. يا فتحية. فتحية. أيوة يا عمي. تعالي. زيد الويبة وهالله هالله بالويبة السنعة. ها. زيد الديش الرومي كم ديش رومي يسوي لنا. عيني. ديش رومي ديك حبش. اه. ديك شنو؟ حبش. تقدرين تقولين خمس كمش خشم حبش خمس كمش خشم حبش. شوفي إذا ما عرفت الديش الرومي تحرشي بالدياي وإذا سمعت الدياي كبوووو هذا. عيني يا عمي بس ما تنساش الفستان المشخلع اللي قلت لك عليه. المشخلع. لا حس ولا خبر منتهى السعادة والهدوء والتفاهم. أنا عارفة حظي ضايع له ومنيل بعينه. ارزعني يا عقب من الحلال اللي يريح لي قلبي يا رب. فك عقدتي يا رب. أخ يا ماري والعدو جاي. يا شيل يا فتحية ودي يا فتحية. ما ادري ايش اقول ما ادري ايش اقول.
بس يا يما لا تقعدي تعبين نفسك وتعبين اعصابك على شيء ما يسوى. يا ثقل دمه يا ثقل دمه اثقل من دم ريلك الاولي 100 مره. يا يما ردينا على طير يلي قبل ما تزوجين اياهم متواصلين بالاسمه، وبعد ما تزوجهم كل يوم تقعدين تجري وياهم. انا ما عليك اللي زوجتين اياه. وانا شو اللي خلاني ازوجك شبت هالنخره؟ قال يوم فات عن طلاقه سنه ما حد تقدم من خطبتك. قلت لبنيه بتطيح بكبدي، خليني ادزها على هالشيبه. وينك يا محسن؟ يا ليتك ما سافرت. يا ليتك في الكويت، كان ثاني زواجنا. اي والله بس هذا اللي فلت من ايدي ما زوجتك اياه، بس ان شاء الله يلقاه. نلقاه صيده. هذاك الريال اللي ممكن اقدر احبه، ممكن اقدر اعيش معاه، بس وينه يا يما وينه؟ موجود. تحت امرك يا امينه، كل شيء جاهز في دارنا، ما باقي الا الشراشف ملوت السرير. يا زوجتي العزيزه. ويعاش فيك تون مريم؟ انا؟ لا انا. ريال شايب من قبع ابتلشنا فيه. انا ما حد قطع اظهري غيرك انت. صار لنا 4 ايام من تزوجنا وانت صايرت لي مثل اللزقه ما تفتشي لا ليل ولا نهار. انا لله وانا اليه راجعون. ردينا على هواش مره ثانيه؟ قول كانك مستحي، قول كانك متضايق مني، قول لا تستحي. قايلها من يومين انك مضايقتنا من شريجنا انطلع ارواحنا زين؟ ما كذب اللي قال، شايب وعايب ومنقطع بعد. ياك كلام يا امينه، ياك ان ريلك ما يحبك. انا ما احبها، انا كذبت على اهل سيمي وعلى بنتي وقلت لهم مسافر لبنان وانا مطيح عندكم في الكويت. ايش حقه؟ حق جمالك ولا حق دلالك ولا حق كلامك الحلو؟ من حقه غير حق امونتي حبيبتي. ايه اقعد قص بعقلها، العب عليها. لازم ابين لها حبي، لازم اخليها تحبني، لازم اسحرها بحبي، فعلا طاحت بحبي من اول نظره. تستاهل من يحبك. شكرا. اي والله اول ما شفناك قريتني، عندي بنايات وعندي قسايم وعندي وبارك بارك، لكن انا هذا اللي بعطيك. قلت والله وطق الطيب. لا وما عندي الا بنت عمرها 10 سنين، والحين طلعت متزوجه والراي رايها والامر امرها. لا تنسين اول كنت عاشق والهان تلفان شفقان على شوفه بنتك، ووافقت على شروطك كلها، صداق مؤخر 1000 دينار. اي بس هذا اللي حببني فيك. واخرتها هالكلمه لك والراي رايك، وانا مالي جمعه عندك مره. شهر العسل اللي الواحد ينفرد فيه مع زوجته، انت مجايب لك مثل ابليس. شهر العسل، خبنا بشهر العسل، احنا بكون موديها لندن، موديها باريس، رفع وديتها فيلك وقعد جابلتها. جي الحين. وش تنقدين على فيلك؟ لا، بس اقول مدارها بحر. فيلك احلى من جزر. وبعدين قلنا لكم تفضلوا معانا فيلتنا في الفنطاش. واحنا قبلنا. وامك شت معاك. شلون بالله تبيني اخلي امي فيلك وهي عنها هني؟ معودة زين اللي ما خليتيها كان خلصت ماي هم كلهم وصارت مجاعة. شرف أول شيء بنتي وياي وأنا وياها، هذه بنتي حبيبتي، تبيني أخليها لك عشان توحد فيها؟ وأنا بعد حر، هذه زوجتي، ها أبى أعيش أنا وياها راسي وراسها يمي. بس اعجلك الله، أبيها تشيل الكلفة مني مرة واحدة. أنت للحين اللي أمها الكلفة بيني وبينك مشغولة أكثر من زوجتي، علشان كذي أنا بموت من القهر، بنجل ببط. لا تنبط لا تنبط، خذ راحتك، هني ما حد يضايقك. قومي يا بنيتي خلينا نرتاح بس شويه. قومي. شوفوا بس، لا تجون هني الا اذا ناديتكم. ايش حقه؟ قاعدين نلعب لبيده. ايش حقه لبيده؟ بننخش كلنا في بطنك والسلام. يا جنين الحيط، جنين الحيط. لكن حشيمه ميلك كوريك الحب. امشي يا بنيتي امشي. امينه. خير. تعالي بساسلك. لا من حلجك. حاضر. أمينة. بعدين. حسبي الله ونعم الوكيل. لا ما يصير. هذه ما هي حالة. المرأة باردة معي مرة واحدة. حسبي الله عليك من أمها. راحت علينا هالقبلة، حسبي الله عليك. لا الغلطة غلطتي أنا اللي تسرعت وتزوجتها. حسبي الله. عمي طبوس. خير. شرطك هيا عمي. أي على خير. حسبي الله، انا الحين عندي قل اهبس وانا فاتحهم. في ناس عاوزينك يا عم، خلنا يا استاذ عمي مستحيل شلون افاتحهم وشو ازواجي؟
قاد الله لا حول ولا قوه. السلام عليكم. اهلا. الله بخير حجي. سلام سلام. هلا ابي الاستاذ موسى لو سمحت. ايه موسى نسيبي. ايه طلع من ساعه. وزوجته؟ ايه بنتي. ايه طلعت مع اقول هيك برخصتك الحين. انت نسيبك؟ هذا اكيد ابو الزهور اللي كان بدبي رجع وتصالحوا، واكيد مو سيال اول مو متحمل ابو الزهور، الحين ابو الزهور وابو الزهور. والله دنيا صدقنا دنيا دولار، كل شيء تغير بهالسنتين اللي سافر فيها. بس ما ادري ايش تبي تسوي امينه اذا شافتني الحين، اكيد بدي. سمعية فتحية. فتحية؟ نعم. عمك موسى والأهل شلونهم؟ عساهم طيبين؟ الحمد لله بخير والحمد لله. البيت هذا شاريه عمك ولا أجار؟ لا والله منكم من زمان. إلا بسألك. نعم. أهم للحين ما صار عندهم عيال؟ لا والله لسه. أكيد كسلان سنتين ولا يجون عيال؟ أستاذ ما تقولش كده لحسن بتكسف. لا والله. إلا بسألك. نعم. العجوز شلونها؟ اي عجوزتي؟ قصدي ام عمتك. ام عمتي؟ ما ماتت تعيش انت من زمان الله يرحمها ويرحم امة محمد. ماتت؟ مسكينة ام الزهور والله ما تستاهل. ايه ما دايم الا وين. انا احب اعرفك بنفسي. تفضل اشتري. انا محسن ولد خال موسى. اهلا وسهلا. وزوجتك كانت تعزني وايد. ايه عجيب. اهلا وسهلا. وبنتك هم كانت تعزني وايد. بنتي؟ اهلا وسهلا. وانت اكيد بتعزني من معزتهم مو كذي يا حجي؟ ايه هذا شيء ما يبي له حجي. عزيز وغالي يا محسن. محسن اهلا وسهلا. البيت بيتك. الله يخليك. بلقى جنبتي يا جنطتي يمكن نسيناها في السيارة راح أجيبها الحين. الحين أيها. أهلا وسهلا. أمينة. محسن الحمد لله على السلامة. ومتى الوصول؟ أنا بغيرك سنتين سنتين لا تزلنا لا مكتوب ولا شيء. إيش دعوة يا حافظ؟ ما شاء الله لا إله إلا الله عيني عليك باردة. إيش متنك صرت؟ وأنتِ بعد إيش متني صايرة وأحلى من أول وايد وايد. صحيح. ما كنت منتظر انك تستقبليني كذي يا امي. ايش دعوه يا حافظ؟ مهما يصير العيب ما تعلى على الحاجب. الحقيقه انا ما دزيت لكم مكاتبي لاني حبيت انساك. اكيد الحين نسيتني وصرت ما تحبني مثل اول مو كذي؟ ترى والي اني نسيتك. لكن بس شفتك الحين يا امي. صحيح. اسمع يا ما لحقت يا محسن. أرد وأقول بس بقلبك بحالتي. أقول محسن يا ليتك ما سافرت. بس يعني لو ما سافرت كان حبيتيني؟ ليش لا؟ لا 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 ما تحمل ما تحمل. ولا يهمك يا محسن. إلا قول لي أنت وين سافرت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ والله سافرت أبو ظبي فتح شركة. صحيح؟ والله العظيم ما أدري مصدقة أنك رجعت. على كل حال لاحقين على السؤال، فأنا عندي شوية شغل كثيرة لازم أنزل فيه، وإن شاء الله الساعة 6 يجي. أخ يا محسن. أخ لو تدري إيش اللي صار بغيابك كله. عرفت كل السالفة يا أمينة. مسكينة أمي، تعبت وشقت بس لا تكملين. مسكينة أمي، تعبت مع موسى وآخرتها أنا. بس، هذه إرادة الله يا أمينة، الواحد شبيدة. هذه الجنطة لقيناها في السيارة. تفضل. شكرا. عفوا. محسن. نعم. لا تنسى تينا على العشاء اليوم. حاضر. مع السلامة. مع السلامة. حجي. ما له يا حجي. هذا اللي بات شبدي. هذا منهم ما ادري يعرف بنتي وزوجتي ونسيبي ولا ما اعرفه ولا عمري شفته. ايه حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. يا
جماعه المايا سجج لا اله الا الله. اي بابا بابا الف اهلا السلام يا اهلا هلا والله هلا والله هلا والله يا حيوان اشو صابغ الراس واللحيه من خالي عندك شيء عندك شيء يا حيوان شلونكم شلون صحتكم الحمد لله يا عليك يا يبا تجي تخلينا بروحنا وتسافر اي شو اسوي يا ابو وش هالجلاط اللي جايبها كلها خام لبنان كلها ويانا يا عمي اي والله شو اسوي ما علينا شلون خالتي ام وائل شلون اللي حال شلون الاهل الكل اي ام وائل بخير وتسلم عليك مبسوطين بس يا عمي طولت هالمره وايد مالك عاده كذي شو اسوي يا موسى السفر كله مفاجآت ولو على الاقل دز لنا مكتوب ورقيه شيء انا صار لي شهر من داس المكتوب ما يعني الرد لليوم العنوان غلط العنوان اللي اعطيتني اياه ماكو من هاوس وحمدون السيد طاووس هند الازهري لا انا ما طولت في ابو حمدون من ابو حمدون على ظهر شوي إيه بس انا امصيهم انهم يطرشون المكاتب هناك هيا باه يا سلام على ظهور شوير الحقيقه ما سموه شوير الا شوير عند عدها الحلوه والاشجار بصوب واشجار الارز بصوب والقازينوهات بصوب جنه 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 عيال وصل لك مكتوبنا وانت بظهور شوير لا ما طولت في ظهور شوير من ظهور شوير لبرمانه رحنا برمانه السنه رمان بانه كوت بانه شوف العدل هالبحار والقعده الحلوه لا والكبليه يا باه يا عمي عيل وصلك مكتوبنا وانت في برمانه يا طول في برمانه من برمانه دمشق رحنا دمشق الفيحاء دشينا سوق الحميديه الحقيقه سوق الحميديه يذكر الواحد بالعصور الوسطى يعني مكتوبنا وصلك من المهم بسفرتي هذه متنقل ايش تبين يا فرحيه؟ جايبه بشت عشان عمي. لا يبا هون على المشوط كذي احسن كذي تمام. اصبر يعني. اي اصبر. امر يا عمي والنبي امر وليقانه. الله يسوي شاي يا المهم يا موسى قعدنا في سوريا حوالي قعدنا ايش كثر؟ حوالي اسبوعين. قعدتوا؟ اي. يا عمي انت رايح بروحك من وياك اللي قعدتوا؟ احتر صدناك. انصد يا عمي انصد المهم انك رديت بالسلامه هذا اهم شيء اهم شيء لو تدري سويت في البيت غيرت الاثاث والترتيب لكن سريرك ما غير سريري ابو نفر واحد لا ابو نفر ونص هذا ما يشيلنا ما يشيلك وانت بروحك ايش دعوه يا يبا والله بكل قعده انا وموسى ما نفتكر الا فيك اي والله فقدناك يا عمي الله يسلمك يا عيالي انتم طبعا تدرون معزتكم عندي يا عمي هذا يبي له حكي اذا ما تعزنا احنا عيال من تعز انت تدري يا موسى ويا فدوى بنتي ان الدكتور ام الصيني اسافر كل سنه 3 أشهر للراحه والاستجمام لان مرض الكبد يحتاج للراحه اي اكيد وعلشان تتذكر ايام المرحومه امي مو كذي يا يبا وسافرت وانا ما ادري القدر ايش خاصني واللي طاووس الهندي يحب طبعا يا موسى الحقيقه انا رحت اداوي الكبد فرجعت فانصبته في القلب سلامتك يا يبا سلام الله يسلمك يا جماعه يا سلام على طولها وعيونها طولها؟ قصدي لبنان الظاهر طحت لك في واحده هناك والسلام شحر وعيون وقوام مين هيدي؟ لبنان لبنان شعر؟ لا 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 ايش عندها لدول يعلموا مسوي جريمه اقول يا عيالي يا موسى نعم يا فدوه ترى الصراحه حلوه انا بقول لكم انتم تبتدرون الحين باكر شوي انا يا عيالي الحقيقه اللهم عليكم لكن بقول لكم انا ترى تزوجت شل حجي يا عم شل حجي شل غشمره البايخه اي وعقب رمانه وين رحت؟ غشمره الا صدق يا ولدي ومستعد اثبت لكم يا عمي اترك الربربه عنك لحقين على هالسوالف بعدين عفوا ما هي ربربه يا موسى الحقيقه انا تعرفت على الجماعه من مده طويله
وانا قلت لكم مسافر لبنان لكن انا مطيحني في الكويت. ها؟ اي ورحنا تزوجنا ورحنا كم يوم شهر العسل الخيل جاء ولينا. تعال تعال. من صدقك يا عمي هالحكي من صدق الحين؟ اي نعم. انت الحين متزوج؟ اربعة ايام بس. لا 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 ما اصدق ما اصدق. جنيتي الحقيقه انا اول ما اخذها قشمره. كلمة مني كلمة منهم كلمة مني كلمة منهم البنت جبرت فيني شو اسوي؟ يا عمي صحيح ان الانسان معرض للخطا بس مو اللي بعمرك. وش تنقل علي انا ماني حلو ماني اكحل ماني جميل ماني طويل بلا. ما فيني قوة. لا تموت لا تموت لا تموت علينا بس يا عمي احب اقول لك ان مالك حق تتزوج. مالي حق؟ لا لاني انا ما اخذ بنتك على اساس ما عندها ام تنشف ريجي وتصير حماتي. بس هذه مره طيبه لو تشوفها انت. ما ابي اشوفها شو الحكي. مسكينه طيب. فكنا زين مسكينه وذي خلاص. يا عمي اسمح لي اخذ بنتك زوجتي واطلع من هالبيت واخلي لك البيت وبس. بدال المساله وصارت لهالدرجه خلاص. افا يا موسى افا. بس فرق بيني وبين بنتي الوحيده الله يهداك. مالي قاعده كلش. موسى حبيبي. لا تعالجي لا تعالجي لا يا موسى لا تعالجي. لا تعالجي. ما ظنيتي ما ظنيتي موسى يسوي كذي. اسوي ابوها خلاص الوقايه خير من العلاج. بالعكس يا موسى هذه بنتي تعرف الاصول خدومه شغل عدل احنا نشوفها وبعدين نقول اللي تقول. لا لا يا موسى يا حبيبي شي صار وخلاص بعدين مو معقول نخلي ابويا هني ونروح والبيت كبير وايد وعلى الاقل وحده تونسني في البيت. كلام جميل احنا نجرب ونشوف الحريم ما هو واحد فيهم الطيبة، فيهم المسكينة، فيهم الملسونة، فيهم الملعونة، مثل الريايين. يا عمي لا تلومني وأنا ما كلها من حماتي الأولية اللي نشفت ريجي. تلقاني الحين ما واطن كل واحدة اسمها حمات. يما عيال هي وينها الحين؟ اي فوق في داري تمشط. ودي أشوفها ودي ودي. بوشة ايش رايك اناديها تشوفها هني؟ لاحقين على شوفاتها فكنا بس. افا الحين انت شايل الدنيا على راسك فوق حدر. الله يهداك بس انا ماني قايل لك قبل الزواج ابيها تشبب تشبب لا تشبب ايش يسوي؟ حق راتي تشبب تشبب هذا اللي انا خايف منه وصار تعال شوف الصوايب وهذا هذا اللي خايف منه. طيبه يا موسى اي طيبه يا عمي الله يهداك قايل لك يوز على الشبات هذه يوز وانا خل ارتب البيت لتعيب علينا من تبوك. أنا قاعد أدور على طلاويس. أخاف هذه مرطبوية أنا قلت واحدة تونسني مو تخرعني. أنت بنتها مو كذي؟ إي نعم إي. إي يا هلا فيك ويا مرحبا. أكيد بنصير عيلة واحدة. إي إن شاء الله إن شاء الله. هذه اليوم قاعد يقول شعر وعيون وجمال. أكيد حطوا مولتا وكا أكيد تزوج بابا مغمس يا ربي. يا رب وين حطيت الماشات؟ تونا الحين شاريتهم الحين قبل شوية. أنت جيتي مع أبوي مو كذي؟ إي عيوني. يا دلي يا دلي لو شافها بس شوف الدنيا. أكيد أبوك حطهم بجنطته. أكيد أبوك حطهم بجنطته. مخفر مخ ماكو ولا ما شاف تحطهم بجنطتك ايش حقه؟ الحين اروح اجيب غيرهم خمس دقائق. زوينه هالبنيه بس عاد عيبها انهم متنبه متينه. البيت يونس. الله خوش اثار. شوف بس ناخذ راحتك ما تنكسر. العيون الساحره والله اخاف عليك والله مس
انت هي اي والله هي علبوش انت للحين حيه ما متي ايش حق يا هي ايش تبين خير يا يطلب القرب منك ما ادري ايش حق يا حق مؤخر صداق بنتك 1000 دينار بذمتك انت وبنتك تسوون 1000 فلس هذا دين على ظهرك طالع نازل سلمه اه يا الغهر ايه هذا الموت مؤخر صداق اللي وافقت عليه ايه على الحال ها ابو قول اسلم اسمعي ما شاف عمتي مشكوره عليك هذا موسى خير ايش رايك بمرتبه وين لا يبا لو هذه لو هذه مرتبوك انا حلاقتها بالبحر مو صدقني يا رب هي قالت نفسها انا ما علمت مو معقول انا ابوك انا ما صدقت على الله افتك منك تردين مره ثانيه تصيرين حماتي الله لا يبارك فيك في فرخ النص الليل يرقي شنو؟ عندك مويس ما صدق حلمان انا انت
انت أمينة وهذه ام زهور. حلمان حلمان ماني صاحي، اعطيني اهلا. انت صاحي؟ صاحي وانا هالمشاكل تصير لي؟ صاحي يا عمي صاحي. صاير ولا عافيك؟ تقولي لي صاير. والله يا بنيتي لو تدرين مشكلة يا سلمان. أمينة قولي لي، أنت اللي ماخذة طاووس الهند عمي؟ إي نعم. قالت لي أمك أم المصايب. مصيبة تصيبك وتصيب عمك وياك. ها أنا الغلط؟ ها بعد أنت تقول لك أقبس شاهو شاهو صاير. أنت ما طلقتني؟ خلاص أنا خرب كيفي، أتصرف مثل ما أبي. يا جماعة دمدموا القضية، دمدموا القضية. موسى ماخذ من طاووس الهند. شنو؟ إيه أنا. يعني أنت حماتك وأنا أم حماتك. عدل. أنا أصير حماتك الحين؟ إيه أنت تصيرين حماتي وأمك تصير حمات حتى تبند هالتحاتي والحداد تنعاه سحر. بنبط بستخم. أعطوني إياها قلاص ماي. أعطيني قلاص ماي. تمت. بشربها ببلعها. إلا بلعت إلا بلعت. تمت. يا جماعة دمدموا المسألة، دمدموا المسألة، هذه فضيحة فضيحة. شوفي اياني وياك تقولين حق عمي طاووس الهند اني في يوم من الايام اخذ بنتك امينة. اللي ما يرضى بيزه يرضى بيزه الخروف. حرة قاعدة بهالبيت على قلبك. حرة عمي عمي عطني. اعطيني البنطلون. كل شهر تقعدين تبكين وازيد دينارين، بس هالمره ماكو شيء. يلا يلا بلاش. موتي مولي. اعطينا البيجامه. شو زين اعطينا شو عمي موسى؟ خير. انت صحيح قررت تسافر خلاص؟ لا بسافر بس صب حقنا لبن. بسافر لا بس بسافر بس. شنو هالحج؟ عمتك فدوه وين هت؟ في المطبخ بتحضر لك العشاء. قولي لها خلت تسهب روحها، ترى ما عندنا وقت. يلا بسرعة. اقول موسى. خير عمي. انت قلت حق زوجتك امينة افدوة ان زوجتك امينة هي زوجتك الاولية؟ ايش قالوا لك عمي؟ انا مينون ولا ما عندي مخ اقول لها هالحكي؟ عيل ما قالت لك ليش بتسافر؟ قالت. قلت لها والله ماني مستعده اتحمل مرتبوك وبعدين نروح نغير جو كم يوم. قعدت تبكي وابوها يبكي لكن انا ماكو معزم على كلامي. والله حظ تعبان ولا ريال مطلق زوجتي وتروح الايام وتي الايام ولا زوجتي هي حماتي. والله حاله والله بلوه. انت قاعد تقول حاله بلوه. الريال تزوج وخلص. موسى خير. انت الحين معزم على السفر؟ ما بذني ماي. شوف موسى. خير عمي. البارح ام الصخور جتني وقالت لي اخبار سريه. ايش قالت لي؟ قالت لي ان الظاهر عمك ابو دنوس طاووس الهند. طاووس اي ما مع انه متزوج وصار له 4 ايام ما طال العنقود. قصدك يا عمي؟ ما عرفت قصدك للحين. يعني ما ناش الدنيا. ما دش الدنيا للحين؟ للحين. يعني قصدك تقول انه للحين ما دش على زوجتك؟ اي. افا افا يا طاووس افا يا طويوي سفا. والاسباب؟ افا ام الصخور خليتك مردم مو طاووس. اهي وراهم الاسباب. من هي ام الزهور؟ ام الزهور ام الصخور. الصخور وراهم ما تخليهم ابد. ادري علمني فيها.
وانت الحين معزم على السفر؟ معزم وما بغني ماي بفارج. غلطان وما عندك سالفة. ليش عمي غلطان؟ ليش؟ غلطان ثم غلطان ثم غلطان. إيه ليش عاد؟ مرة تنحشك من البيت. هذه باكر تجينا وتستحل البيت احتلال عسكري. يا عمي أحب أقول لك إيه؟ إني شلون تبيني أصبر أعيش بين زوجتي فدوى وبين زوجتي أمينة الأولية؟ ما أقدر ما أقدر. ليش لا؟ ما أقدر. ليش لا؟ أنت إيش عليك من أمينة؟ الظاهر لما الحين انك تحبها. يا عمي شو الحكي احبها؟ ما صدقت على الله افتكيت منهم. ما دام المساله كذي ايش حق خايف منها؟ يا عمي ماني خايف بس انا ريال عندي احساس. ولا تنسى ان امينه كانت في يوم من الايام زوجتي وفي اشياء تصير بين الزوج وزوجته ما ممكن الريال ينساها. وبعدين يا عمي يا عمي يا بعد شبدي شلون تبيني اصبر واشوف عمي طاووس الهند كل شوي ولامها كل شوي وبايسها؟ ما اقدر يا عمي ما اقدر. ما والله عاد هذا رايك. ما اقدر. وانت ريال فاهم وعاقل واحنا قلنا لك النصيحه وانت على الهواك من تقاصر علشان كل ما قلت لك شيء قول هدوه. يا عمي يا عمي هذا وقت قشمرة الحين. قول هدوه هدوه خروف مسلسل هدوه تراه وياكم هدوه فري لك راحة هدوه كبر البراحة. صدق كبر البراحة صدق. لا إله إلا الله أمطرت أمطرت. زوين هالبيت ترى وين اللي بتعود عليه. ساك الله بالخير. عبال عندهم عسى عجبتك الحديقة يعني بس ودي اغير بترتيبها شويه لان اللي مرتبها ما يفهم بالحدائق الغناء ثور. انا والله شايف انه فعلا ما يفهم بالحدائق الغناء. شنو حديقه ابوها حديقه ابوها. وانت من حاجاك اسوي دام انك بتسافر بفتك من وجهك مالك امر بهالبيت سمعت ولا لا؟ انا بسافر لكن ياني وياك تحطين ريلك على عتبه بيتي ترى حشها 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 حشها. وانت من عشان نزوره؟ انا عمك موسى موسى مكيمخ بودنوس. نعم من عائله بودنوس عمك. نعم حر حميصه بقعد بهالبيت على كبتك. تقدرين تقولين لي ليش وش حق زوجتي عمي طاووس الهند؟ درانا عنك ان انت نسيته. وليش ما قلتي له اني انا في يوم من الايام ماخذ بنتك امينه؟ ما درينا حضرتك انه ماخذ بنته. ابي القاضي يوم انه ملك على بنتك ما ذكر اسمي قدام عمي؟ ذكر بس عمك ما سمع وسكت. ما يصير ما يصير اسمنا اشهر من نار على علم بودنوس عائله بودنوس. نعم بودنوس. ماكو عائله غير عائلتكم ماكو هالاسم غير هالاسم كلش ماكو ولايتي ماكو غيره. اسم بودنوس شوف يا عاد اسم بودنوس مشهور بالخليج العربي كله. وفوق هذا يكون بعلمك ترى قلت له انه مات بعد الطلاق. وموتيني بعد الله لا يبارك فيك. وبسي بس مو بيدي. وكل هذا علشان تزوجين واحد عمره 200 سنه واحد كبر يدك كان اخذتي انت انت اولى. شب الله وترك انا على ذمة ريال شواربة تسوى عائلة بودنوس. عن الغلط شوارب بودنوس بعد. والله حسافة عليك يا محسن يلي ما جيت قبل جاي الحين تو جاي قبل شهرين كان احسن. محسن وصل. خالتي ام الزهور. ايه عمري ام الزهور. محسن وصل اليوم. ايه وشفتي؟ لا امينة شافته. وكلمها؟ كلمها وكلم عمك طويويس الصين الهند 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 الصين كله واحد ونزلوا الديره وقالوا بيون الساعه 6 المغرب. خوش ما كل الحين اهون عن السفر واشربك عمي طاووس الهند معك.
ام الصقور واخليها تتطلق بنتها من طاووس الهند ويتزوجها محسن وارتاح انا من هالمصيبه اللي انا فيها. دنوس محسن يا بي الساعه 6 المقر بتعشى عندنا. الساعه 6؟ ايه حياه الله ونعم. عمي ابو دنوس محسن صد شاب ها؟ ايه محسن الله اكبر انيت دلال جمال حلال بلال عقار دلال وسامة خلال حيبا الأصول الأصول هذا ياخذ بنت جمينة مو طاووس الهند هالشيبة. اي والله وهو صاج عدو يحبها يا عمي يحبها يحبها وهو يحبها من زمان ولا الحين يحبها يا عمي بذمتي. لا وتلقاه وهان عليها ودي يجيب لها بلا. علمي نفسك مخك مصين ما تفكرين. عمي عمي والله بالله لو صابره على هالولد هذا احسن شهرين بنوصل مو ركضه زوجتي هالشيبة النخره طعوس الحين. هالشيبه احسن من ماميش. ماميش احسن من هالشيبه. شو هذا انت تلميذ؟ تلميذ ها طالعين انا صحيح جايب لكن بقوتي بعريتي عايش من النوع الطيب ما يخترب ابد. نعم صغلم صغلم. عمي دنوس اقول عندك خبر لو محسن ماخذ امينه كان الحين امينه رصيدها بالبنك 50,000 دينار. 50,000 دينار. اي 50,000 دينار. 50,000 دينار. يا ولد اخوي ما دامه صاحبك ليش ما تقنعه وتزوجني ما دام عنده 50,000 دينار؟ اماندا اماندا شل اماندا. ها اخي عمي عمي ابو دنوس متحسف عليه وانت ضيعتي كل هالحلال والفلوس على بنتك. بس بس يا موسى اللي فات مات. ماكو شيء اسمه مات كل شيء ولا حل. هي نعم مات ومشكله وما لها حل كل شيء بهالدنيا لا حل. مات مات ومتروح موسى يا بعد عمري انت تلعب طوايفي. والله سبحان اللي غير ولا يتغير. اقول هيك تلقى حل حق المشكله هذه. الحين صرت حبيبك ها؟ وصلت عمرك. لكن احب اقول لك انت تقدرين تطلقين بنتك امينه من طاووس الهند؟ اقدر عليها بعد. ما تقدرين هذا اكشر اكشر. ما اقدر؟ انا اقدر على يدها. لا 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 اقدر النص والله العظيم اقدر. ما تقدرين ما تقدرين. اقدر 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 حياه السما الازرق. لا اقدر هذا اكشر اكشر. شوف لو ما اقدر من اللي خلاك تطلق بنتي امينه؟ انا لا تنسين اني ابي الفكه منكم بس هذا هذا ما صدق على الله انه يحصل واحدة مثل بنتك. هذا الفرق. خلها شيء علي انا هذا من اختصاصي انا انا ام الزهور. اي ولو ولو على عيني وعلى راسي لكن هذه مهمة صعبة عليك وعلشان تنجح مهمتك لازم تبتدين فيها من الحين قبل لا يسافر محسن. خلها شيء علي انا اتكل على الله ثم علي انا. لا 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 تجربينه مو لي هذا يحط 60 وحدة مثلك ويتمشى فيهم بالبراد. هين هو بكيفه والله بالله ما اطلع الا وبنتي امينه ريلي على ريلها. ها تشوف. لا يا عمتي ادري ادري لكن هذا ما يقدر عليه. عمي بذمتك عمي ابو دنوس. نعم. ايش قال لك اليوم الصبح؟ ما قال انت حرشت فيني ام الصخور ام الزهور احطها بيدي وافركها 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 واقطها تيله. عمي بيني ما بين الله ما قال كذي. لا توهمنا. ايش قال؟ قال احطها وافركها 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 وافركها. كم مرة هو قال؟ قال اربع. اربع. اربع افركات. افركها وافركها 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 وقطها اخرزه. ها؟ اي بنوبة. اخرزه؟ اي. والله بالله اما طلعت اخرزه عيونه وسويتها جلاده انا ماني ام الزهور واوريك. انا ايش عليه هو اللي قايل؟ زين اوريك. واخري عند دربه هذا يرفسك رجسه كذي ولا ثيره. ايه احسن. ايه والله بعدك ما عرفني ويا عيل اسمع انا اذا بقيت شيء ما اهون عنه الا لما اموعه اخلصه مره واحده. صادق. ايه ما يزعل.
الحين توك هالكلاك شوفه شو تسوي عقب هالتكوك شوفه شو تسوي سوي بوسه بوسه يرحم والديك انك تهون على السفر اخذني فدوه امه وتروح حمل المشاهد يعني يا عمي اذا هونت على السفر يرتاح قلبك عيد عندي يقول يا ولدي انك تهول عن السفر وتقعد معاي في البيت يا اشوف بنتي قل لي ما عندي غيرها يعني ارتاح نفسيا ومعنويا وماديا حلو عيل اعتمد يا عمي انا علشانك بهول السفر علشانك بس الله يخير الله يطول عمرك ريحتني الله يريحك من الدنيا عيل اروح ابشرهم واقول لهم انكم انتم مسافرين بشرهم يا عمي خلاص توكل على الله كلام يا ايوب جزاك الله خير الحقيقه انك كنت حلال الله يسلمك عمي اقول عمي هذه شو اسمها الابره هذه زهور لا هذه ام الزهور ام الزهور ما ادري ام الزهور عمري ام الزهور هلا والله هلا والله خالتي ام الزهور عمري انا اقول يعني ما دام احنا كلنا صرنا عائله واحده وقاعدين بيت واحد وحجر زايد علينا نقسم الحجر كل واحد ياخذ حجره حقه مقه عدل تمام تمام هذا من راي خالتي ام زهور داخل الغرفه الحمراء يعفي على الشيء تمام هذا شغل العدل اي وزوجتك امينه تاخذ الغرفه الزرقاء يعني غرفتي الحين هي ساكنه فيها لا 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 نبي كل واحد حجرته ما له شغل الثاني وانت يا عمي ايه؟ نحط لك كرفايه فوق السطح شنها؟ باق السطح لا تنسى ان بنتي أمينة توها يا ينفيرتش وتعبانة من البحر لا اخذ راحتك حد شاد شوف انا قلت لا يعني لا شو المهزلات الخرابيط ليه بتوحى لرعاش اذا شوفها عاد كل اليوم ورايح لها تدخل نفسك بين وين مرتين شنو شنو؟ شنو كيفك؟ هذه بنتي ومن حقنا انصحها النصيحة اللي فيها هذه زوجتي من اليوم رايح ما تسمع لها نصائح وبعدين بعدين تقضي من الباب وتذلف يلا مع السلامة شو على وجهك على كيفك يا شيبة النخرة عيل يا جماعة صلوا على النبي انتوا اهل من انتوا غرب انتوا اهل الله يهداك يا عمي الله يهداك انا ويا انا احضر نفسي انا ترى حمدي ايه اذا حمام تعور ايه اذا حمام تعور تعور عورتني شوف عاد بنتي ما حد يقدر اخذها مني يعني ما حد يقدر اخذها مني ايه نشوف تشوف باكر انا طيب بنتي الاولي ولي ردت علي الله يرحمها ويقمد روحها لينا ولا النار على هواك طلعت روحها نشفت ريجه لما خليت اطلق بنتي امينه واذا بنت مصدقني ها عندك موسى واسئله انا ام الزهور شو ما اطلق بنتي ها الله ينشف ريجك ان شاء الله حسبي الله عليك هاي مره عمي كفو بدع مسكت وينك هالمده ايش تقول فيني للحين يا عمي 25 لا ما شفت شيء الحين انا لو اصرخ اني صرخ اهلي بسوق الزل يطلع خشيان الله اكبر لا تموت وراك شغل وايد وراك شغل بعد يا عمي انا فوق هذا كله للحين خايف عليك منها شلون؟ لا تنسى يا عمي ان هذه ما يعني شيطانه ما تقعد راحه عندها اشياء لا تنسى انها ولاده ودايه كانت تعرف اشياء انا وياك ما نعرفها شنو دايه؟ ها وليش متعجب من كلمه دايه يا عمي؟ وانت ما تعرف ان هذه دايه وولاده؟ لا انا اعرف ام الزهور لا يبا لا لا اقعد ويا عمي ابو دنوس ويعطيك ملفها ويعطيك ماضيها واسمها الاصلي ام الصخور مو معقول ليش يا عمي مو معقول؟ عيل انا شو اللي خلاني ادق جبريلي واخذ زوجتي واطلع؟ لاني انا ريال ماني مستعد اعاشر هذه لها سوابق ملفها اسود بالمباحث اي لا هذه مصيبه يا موسى وانا بعد ماني مستعد اخليها تعاشر زوجتي انا لازم اطردها هي يا عمي انت ريال معروف ولك كلمتك انا من رايي تطردها هي وبنتها ونفتك البنت يا ولدي ما لها شيء في هالمسائل البنت مسيره من امها على النسره هذه ما هي مخيره وبعدين لا تنسى وانا عمك ترى احبها
تحبها؟ بنتك القرادة. مدام تحبها يا عمي تحمل مصايب امها وفضايحها تحمل. اذا كانت هداية انا مصارع. لا تموت مصارع. كذي مصارع؟ هذا الظاهر مو فات منها. عمي عمي. نعم. بصافحك مرة واحدة. تفضل. بقول لك الصراحة. يلا عاد يلا. تفضل. يلا بقول لك. اي والله عمي. خير. بس لا تزعل انا نسي بك وماني غريب. لا تفضل. يا عمي انا ما افتكر ان في يوم من الايام امينة تقدر تحبك. ليش؟ ليش؟ ما ابي الا ليش يا عمي؟ لان انت ريال كبر يد يدها وهي بنت عمرها 17 سنة. على الغلط على الغلط. ايش هذا بعين امها غزال؟ عمي ما قلنا شيء لكن انا اخاف يجي يوم وتقارن بينك وبين زوجها الاولي وتطلع انت صفر. ومن قال لك انه زوجها الاولي احلى مني؟ لا يعني نفرض نفرض. انت غلطان. غلطان؟ لانه زوجها الاولي كان عباره عن حيوان ناطق. لا لله. نفسه خايسه جيكر ناشف ما ينبلع. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا انقلب عليك. لا وبعد احب اعلمك هذا بس كلام بيني وبينك لا تعلم احد. إيه؟ ترى زوجها الاولي مات الله يرحمه. إيه من كثر ما كان يسهر ويشرب ويفسد الى ما تدري يدر الحين. إيه؟ عمي زوجتك امينه هي اللي قالت لك كذي؟ لا لا هذه امها ام الزهور هي اللي قالت لي عن زوجها الاولي الله يرحمه. وبعدين لا تنسى ولا عمك انا صاحب هذه مجنون علشان اتنازل عن صداق مؤخر 1000 دينار. 1000 دينار؟ ايه. حتى انت يا عمي؟ حتى انا شنو؟ لا قصدي اقول يعني يا عمي الالف دينار الواحد ياخذ فيهم نص درجن حليب. عاد هذه ام الزهور هي اللي شرطت هالشروط. ادري المبلغ هذا صار مشهور عندها. الغني والغنان صاروا 2000. 1000 قلتها 1000 دينار. مو 1000 منك و1000 من المرحوم. حاله من هو المرحوم؟ مرحوم مرحوم مرحوم. ذبحتونا في المرحوم. مساء الخير. مساء الفل والياسمين. وين رايحه؟ مرت ابوي امينه طلبت ثنيان قهوه على رخوه ديله. وانت خادمه عندها وفتحيه وينها؟ مشغوله في المطبخ. لا ما يصير ما يصير. فرصه فرصه دام امها ما هي بجنبها روح نقعد عند المراه شوي. اقول ابليت اعطيني على قهوه. اوه هذا اندش عليها تصالحها وضاعت الخطه يا فدوه. لا 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 ضيف انت يا عمي بعدك جديد يا عمي. لا 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 تو الناس يا عمي. لا 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 يا عمي ترى لا احنا لا نصح ما نبي نتعب كل كذا شو ايش ما عسنيه. لا يا عمي هو حداك. لا 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 ما يصير. موسى. لا 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 ما يصير. موسى خير. هذا شغله مو شغله. هذا شغلي انا قايل لك. الله يهداك بس انت. الله يهداك الله يهداك بس. الله يهداك شغلك. الله يهداك بس موفق ان شاء الله. اوه يا با. تقدر تقول لي ليش ما تبي ابوي يروح عند زوجته امينه؟ الحين الطقه. موسى رد علي. الحين تلع. الحين تلع. لا طقتها. يوه فدوه. هلا عمتي شلونك؟ زينه. ما كلها انت نسرع عليهم وعلى الله التوفيق. وين ادونك؟ وين ادونك؟ طاووس الهندش على بنتك امينه. طاووس الهندش على بنتك امينه. لا 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 والله 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 صدق. اي نعم. يلا حنب حنب حنب. هذا اللي تسوي الشغل فيها به زوجته؟ لا انا ما فاهمه شيء كلش. ما لازم تفهمين شيء. الحين الشغل العدل صارت. موسى خير. قايل لك يا عمي هذه قشرة قشرة. ما يخالف حد نفسك واللي صار منك. ما يخالف ما يخالف. عطتني يا بريت عطتني. ما شفت شيء منها بعد. ما شفت شيء يا عمي. يا موسى ما يصير انا لازم اطردها يا ولدي. نروح الحمام ورانا ندش المطبخ ورانا ندش. ما يصير هذه ما هي حاله. انا لازم اطردها. ما يخالف يا ما واللي يسلمك ما يخالف هالنفسه. قايل لك يا عمي. ما يصير ما قايل لك ماكو فايده. عطتني يا موسى عطتني. خير. الاستاذ محسن واصل امي. تفضل. محسن محسن.
سني بولد خالي مو غريب خلي تفضلوا. سلام محسن. يا حي الله محسن، شلونك محسن؟ يا حي الله محسن، شلونك يبا؟ كيف الصحة؟ يا حي الله محسن، شلونك؟ يا حي الله محسن، وينك يبا الصحة؟ سنتين يا القاطع سنتين، لا مكتوب لا خبر لا شيء، ايش دعوة يبا؟ حجي شلونك حجي؟ زفت. صدق وجهها عريض ما يستحي. اي شيء ماكو فايده يا بنيتي، انا لازم اطردها لازم. يا يبا اسمع كلامي، هد نفسك. يا انا قررت خلاص لازم اطردها. لازم يا عمي لازم. ما لك قاعده عندي. انا قاعده كلش ماكو فايده. هذه اكيد اخت امينه بس صدق حلوه. ماكو لا تبين وفهم محسن بالسالفه كلها وتوكل على الله. ها شوفك تحكي روحك. محسن ولد حلال ويتب وقتك. كم عود احنا عندنا موضوع لا لا راس ولا كذا مخسبك. خير شايف؟ شفت ابو زوجتي قبل شوي؟ هي بين عليه حمقان الظاهر. نسيت اعرفك عليه بس. لا انا تعرفت عليه اليوم الصبح مع امينه. اها وشفت امينه؟ اي اكيد قالت لك عن كل المسائل اللي صارت لنا. الحقيقه يا موسى هي بينتني. اي مسكينه ام الزهور. اي والله. اكيد ما بكيت عليها، فرحت مو كذي؟ فرحت فرحت من قلبي، لكن ما اكملت فرحتي مع الاسف. صحيح. انه ابو زوجتك الظاهر حماقي ما ينبلع. لا يا محسن يا بعد شبدي، ابو زوجتي ريال طيب. شنو السالفه؟ السالفه وما فيها ان عمي ابو زوجتي تزوج، مع ان زوج يعني اسمي بدون تنفيذ، يعني زوج شرف. وافتكر ان زوج شرف الكلمه هذه تونسك المنعم. بلى بلى استانس منها. زوج شرف زوج شرف زوج شرف دعوة. شنو قصدك؟ زوج شرف بس ما عرفت قصدك. محسن انا ابي منك خدمه، ممكن اطلب عيون؟ الله يخليك. انت سافرت من هني زعلان وعلشان تحب ابينا زوجتي مو كذي؟ صحيح. وافتكر انت للحين زعلان علي مو كذي؟ وش اللي يخليني ازعل يا محسن يا بعد عمري؟ وانت اليوم شفت امينه شلون صحتها راده والوجه تبتب وشغل عدل، ها؟ اكيد للحين تحبها، ها؟ شفتها؟ وانت شفتها الحين اليوم ولا لا؟ وهي شافتك تحبها ملعون بلا بلا من خشمك مبين انك تحبها بلا. اي وشوف ايش هالحكي يا موسى؟ ليش؟ انت تحبها ولا لا؟ انت تحب امينه وامينه تحبك، المطلوب منكم شنو؟ المطلوب هني انك تغازلها يا محسن، تغازلها اشكرها قدام الناس، قدام الله وخلقه. بعدين ايش يصير؟ يطيحون عليكم وانت تغازلها، تتطلق هي، تقوم انت تقعد هني وتتزوجها. اه اي يعني لازم تتطلق بس ليش؟ ليش؟ مو علشان تتزوجها انت؟ شفت المساله شلون بسيطه وما فيها شيء؟ تغازلها وبعدين تتطلق وتاخذها انت. لا 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 بسيطة وايد. الظاهر انك تبي تفتك من امينة. يا معود بأي طريقة بأي وسيلة. بس ليش عاد؟ رجال ليش؟ ما بيها تصير مرت عمي. مرت عمي؟ مرت عمك؟ ايش فيك يما مبتهر؟ ايش فيك؟ ايش فيك متعجب؟ لا لا ماكو شيء. الظاهر هذا مينون شوي. من كان يصدق ان هالمصايب تصير لي يا محسن؟ من كان يصدق ان مرتي في يوم من الايام تصير حماتي؟ اخ مصيبة ونزلت على راسي. مسكين الله يشفيه. محسن ذمتك لو واحد غيري وتصير له هالمشاكل ما يستخف. واحد غيرك؟ مش دعوة انت عاجل. محسن عيل خلصنا بالبركة من هالعيال ومنك المال. مبروك. يلا عاد مبروك يلا. يلا عاد بالبركة يلا بالبركة. بالبركة ان شاء الله. منك المال ومن هالعيال يلا توكل على الله يلا. ويمها إذا تحرشت أمها فيك اقطبها اقطبها الباب وطردها ما ياكل بيها. بقى الله بالبركة. خلصنا خلصنا بالبركة. شايفة نسى أن أمها ميتة. البركة. أقول خير. تسمح لي أسألك أسألك سؤال؟ شنو؟ الدكتور اللي تعالج عنده منه؟ دكتور؟ أنا ما ماني مريض، وبعدين لو استمروا أعالج نفسي بنفسي. أنت علاجة من دوخي. والله إني ما هقت إني أشوفك عقب هالمنتج هي. الحمد لله الحمد لله حلت المشكلة. موسى موسى خير يا عمي. موسى بشارة عندي لك بشارة. شنو بشارة؟ محسن أنا قاعدة. محسن هشت الطماط ونقدني طير. مبين مبين يا عمي. محسن قدامك. هلا عمي بدنوش. مرحبا
كيف الصحة؟ شلونك؟ كيف الصحة؟ الله يسلمك. الله يحييك. أقول استري عمي أبو دنوس. نعم. محسن رضا. رضا إيش عليه؟ رضا. رضيت بكل شيء. بكل شيء رضا. بكل شيء. بكل شيء. عمي ولا الحين يحب أمينة ومستعد يغازلها ويطيحون عليهم تتطلق يتزوجها نفتك احنا. اي يا عمي انا اغازلها وبعدين يقضبون للشرطة وبعدين تنحاش اي وانا الزواج بروحي. صح. هذا الوفاء وهذا الاخلاص. اي عمي. وهذه المحبة. لكن اخاف يقضبونهم الشرطة. لا الشرطة ايش حقها ياخذها وينحاش فيها ما فيها شيء. اي يا عمي انحاش فيها اسافر ايش بيصير؟ كلها سنتين سجن. ايوه وش بيصير؟ ودق على ايش؟ بس ولا طالعين مو كذي يا ابو زيد؟ اي تو دهتوني. عمي ابو دنوس. اه بنتك مزهرية مقطعة قلبي من العياط قاعدة في الجنينة وتقول عاوزة بابا. تقول عايزة بابا؟ ايوه. موفقة. قولي لها الحين بيجي. الحمد لله. ام حسين. نعم. انت ما الحين تحب امينه؟ انا اللي بسالك. موسى ما يحب زوجته؟ يعبدها عباده. موسى. خير. تعال ابي. خير ايش عندك؟ ها؟ امشي. محسن في بيت بيتك خمس دقائق وانا جاي. ادري راحت. ترى بيت بيتك. ادري. ها؟ والبيت بيتك خمس دقائق وانا جاي. ادري. اقول البيت بيتك بدقيقتين وانا جاي خمس دقائق. ايه. ترى البيت بيتك. موسى الإنسان العاجل الثقيل يصير فيه كذي والله دنيا. يا رب يا رب سوي أبوي للحين دعلا إن شاء الله. أهلا يا أهلا وسهلا. أنا محسن بطبر ولد خال موسى اللي سافرت ويت قبل كم يوم. سمعت عن هالاسم وايد. موسى يحبك وايد. شكرا. انا وموسى اصدقاء من ايام الدراسه بس يتراوالي هالايام مو مرتاح متغير ما ادري ايش فيه. لا لا بسيطه ان شاء الله يا اخي. بس لازم يرتاح. والله ما يستاهل موسى انسان فنان وملحن يصير فيه كذي. الحقيقه انا سمعت له الحان وايد لكن ولا لحن دش مزاج. وانت تعرف الالحان والموسيقى؟ والله انا هاوي بس عيال اخر قطعه لحنها اسمعها وانت احكم بروحك. وين حطيت النوتة؟ وين حطيت؟ دقيقه عن اذنك. تفضلي تفضلي. اسلم لي هالطول. اي تعال خلاص ان شاء الله بس يتم الزواج بينك وبين امينه ثلاث ايام بغني لك بالصفات ثلاث ايام. وانت لهالحين معزم انك تزوجني امينه؟ اكيد. الا بسالك. خير. ايه ما تفكر بالزواج؟ من هي امينه؟ لا ها اختها. اختها؟ اي اختها البنت الحلوه اللي توها الحين اللي لابسه فستان اسود طلعت مني اسود اسود. زوجتي 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 زوجتي. عطنا شوزن اسمعني. لا لا حين ابوك للحمايس عن هالعاده هالطبيعه اللي فيك سنتين. لكن هالمره احب اقول لك حامض على بوزك. موسى جايك. يا موسى البيت بيتك جايك. يا موسى لا حتى زوجته نساها. لا هذا مينوه رسمي اكيد. اسمع يا اخ محسن نشيد الحب والاهداء الى زوجتي الحبيبه الى زهره حياتي. يا سلام هالكلام مأثر بنفسي وايد. بس هذا نشيد الحب اللي ألفه موسى حق زوجته أمينة. أخ محسن. نعم. تعرف الدقعون؟ لا والله مع الأسف. عيل اسمعها وتحكم بروح. إيه تفضل. جمالك ودلالك حيرني يا حيرني يا حيرني. جمالك ودلالك حيرني يا
فين ها؟ هذه نفس الأغنية اللي قاعد يغنيها، منو اللي قاعد يغنيها هناك؟ أنا انشق حلجي وأنا قاعد أغني. واطول قاعد أسمع الصوت من هناك. يا بعد شبدي، مو هذا صوتي أنا، لغنيت الصوب وصوتي يروح ذاك الصوب ويرجع الصوب. لا مو معقول. صوتك العذب يسحرني. آه يسحرني. وطربك الأكحل يسكرني. آه يسكرني. جمال سمعت ولا لا؟ أبا فارج عن وجهك، أبا أفتك منك، إيه؟ يلا. وين
وين اذونك مره ثانيه؟ يوزغ راسي لا تخربك. ما قلت لك اكشر ما تقدرين عليه، ما تقدرين اكشر. لا 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 خلي علي انا. ما تخلينا شاوة توكل هو. اسمع نحن يقدر ياخذ بنتي. لا تفرقين بيني وبين مرتي، ايه حصل لك؟ الله روحي. شفت النخرة أمينة بنيتي. شقلقي شقلقا شقلقي شقلقا. موسى يتكلمون شيناوي وساكت عنهم. شيناوي وانت اسمع، ما حد يقدر ياخذ بنتي مني، سمعت ولا لا؟ يا مرة انا امها، ما شقيت ما ربيت ما تعبت ما دريت. يلا عاد انا ام الزهور، اذا قلت شيء يصير يعني يصير. يا مرة تعوذي من الشيطان، ترى اعصابي ردت علي، انا رجال عصبي. لا خلاص دمي فار فار مره واحده فار. فار حط له شداخه. عمي لا تبيض علينا على صلوا على النبي. اللي ابي ياخذ بنتي بعد ما طلع من بطن امه. بعدين ما عندك سالفه. ما في كل انسانك خواف. انا خواف؟ انا ما اخاف لك. طاووس. لا حرام الواحد يطق واحده كبر امه. لا طق 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 احسن طق طق. ها طق دسسني. شد علي. عمي يا عمي لا تقعد تدززها. ما دززتها والله العظيم. مولاي يا الله هداك. بس اسمي موسى. خير؟ طلقني. لا يا بنيتي موسى ما له ذنب في هالمشاكل. يا فدوى يا بعد عمري والله ما لي شغل انا بهالمشاكل كلها، لكن ابوك هو. اها ايش في ابوها؟ ما هو حاله حالك؟ ما له نفس؟ ما له قلب؟ يعني حرام يتزوج؟ يا عمي احب اقول لك الانسان لازم قبل لا يقدم على اي شيء يشاور اللي افهم منه. وانت ليش ما صرحتني انك متزوج امينه؟ يا فدوى يا بعد عمري انا ما حبيت اكدركم، ما حبيت اضيق خلقكم، وبعدين قلت هذه المساله كلها اسبوع زواج مؤقت لاني اعرف ام الصخور وسوالفها. هذا اللي صار. يبا ارجوك خلنا نطلع من هالبيت، ما اقدر اتحمل ما اقدر. لا يا فدوى انت برا وتتعبين، لازم تقدرين ظروف زوجك. هذا صحيح حكمك موسى في يوم من الايام، لكن مو معناه الى حد الان احبه، بالعكس انا تعلمت على كذي، قلبي مال بحث في الحب بالنسبه لاي واحد. ليش؟ لان امك. امه ايش فيها بعد؟ الله يطول عمرك ويخليش لنا. ايه عودت البنت على طبعك هذا، البنت تطبعت منك، همك بهالدنيا الفلوس وبس، همك الالف دينار مؤخر الصداق، وها هذه نتيجه الفلوس. ايش تبعد انا مستقنيه من وراها مثل غيري. يا ام زهور احب اقول لك ان البنت متى ما تزوجت لازم تكون لها شخصيه مستقله، لازم تكون لها كلمه بروحها، الام ما لازم تدخل نفسها بمشاكلها، لازم تحل مشاكلها بالتفاهم. زين كذي؟ فعلا انا محرومه من هالاشياء كلها. بس يا حبيبتي يا امينه انت لازم يكون لك راي، لازم تكون لك كلمه. ما اقدر اضف ببي امي. ما تعودت ترددها دايما الشور شورها والكلمه والراي رايها. ايه عفي على بنيتي، هذه البنيات اللي ينحطون بالقلب. ولا يوزو يا الحريم. مسكينه امينه مصيبتها اكبر من مصيب. يا بعد عمري يا بعد ابوي يا بعد طوائفي ابوي انت. اقول انا ما صدقت على الله اتزوج وحده تفهمني وافهمها تقومين تغيري رايك فيني. ليش ما صرحتني انك متزوج امينه؟ ايش دراني عنكم؟ انا ظنيت انك الحين تحبها. انا احب اقول لك الحين انت لو مكاني وتصير لك هالمشاكل شو يصير فيك؟ بذمتك اجل انشان استخف اموت. شفت شلون يا بنيتي؟ يعني موسى طلع اقوى مني واقوى منك واقوى من كل واحد. علم حل المشاكل بالتفاهم، صبر وقاوم على هالمشاكل كلها. والحقيقة موسى من اليوم معزته زادت عندي. الله يخليك. خصوصا عقب ما عرفت انه كان زوج مرتي أمينة. والحين يا بنيتي ترى الدنيا ما تسوى، كلها مشاكل بمشاكل. كلها مشاكل. فعلا يا فدوى موسى ريال وعارف الاصول، ارجوك لا تتركينه ولا تنسي انه هو يحبك. اي والله اموت فيها. ليش ما قصدي وياه انت؟ انا خلاص طاح حظي. بعد ما احلم اني اتزوج واحد مثل موسى، لكن استاهل كل هذا لاني كنت
مخيره ماني مخيره، لا لي كلمه لا لي راي لا لي شخصيه، وعلشان كذي احمد ربي اني لقيت واحد مثل ابوك رضى يزوجني ويعيش معي. حبيبتي امينة، ها تحمدين ربك وام الزهور موجوده؟ والله بالله لا اطلقك من هالشيبه هذا وانا قيلك ريل على ايدي. ها ومؤخر صداقه 1000 دينار. الليل الظاهر امك ما هي مخليتنا نركض في عيشتنا. لا يا طاووس، من اليوم ورايح الكلمه كلمتك والراي رايك، وارجوك تسامحني تسامحني اذا ضايقتك بشيء او زعلتك بشيء. مسموحه يا حبيبتي امونتي. وانت يا بنت فدوى احنا مثل ما تصافينا خلاص ابيك تتفاهمين مع موسى. شفت موسى المسائل كلها يدري فيها ولا بين لنا ولا قال لنا، لا حب يكدرنا ولا حب يزعجنا. هذه الدنيا كلها مشاكل مشاكل. انا عدل ذمتي كلام ابوك عدل. شو تقولي لها لو مو هالمشاكل اللي صارت حق امينه هالمسكينه، كان ابوك هذا يحلف في يوم من الايام انه يتزوج بنت من بناته؟ شوفك بديت اتغلط. لا عمي انا بس بقنعها بحاول اني افهمها. بس انا شفت مثلي لا نعيش سعداء. يا حبيبتي بعد ازيد من هالاثبات قدامك كلام من ابوك ومن البنت نفسها. الحين انا اثبت لك قدامك ام الزهور متزوجه ولا لا؟ متزوجه. هي قالت لنا ما قالت ان زوجها بالبي؟ تبيني الحين اقلب مخها حد فوق؟ لا. بفلوس؟ ام الزهور حبيبتي عمري يا بعد طوالي والله يبعد عمري. طلبتك؟ اطلب عيوني المركبة عندك اياها. والله ايه ابيك حق عمي ابو دنوس يصير. ايه يصير. هذا الساعة المباركة. والله بس يا وليدي موسى في شر واحد تدللي.